بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن بصدد التوثيق لحركة 2 يوليو 1976 التي نفذتها الجبهة الوطنية السودانية بقيادة السيد الصادق المهدي والشريف حسين الهندي والدكتور حسن الترابي، وهي الجبهة الوطنية التي شكلها حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي وحركة الأخوان المسلمين بعد انقلاب الحزب الشيوعي والقوميين العرب في مايو 1969 بقيادة العقيد جعفر محمد منيح. بداية سوف نتحدث عن الخلفية التي نشأت فيها هذه الحركة، ومن هم الذين شاركوا في تنفيذها، وما هي نتائجها على الصعيد السياسي والعسكري، الحقق أهدافها العسكرية والسياسية. جاء انقلاب مايو 1969 اللي نفذه جعفر منيري وسل من الضباط القوميين والشيوعيين بقيادة الحزب الشيوعي والقوميين العرب، وكان على رأسهم القاضي بابكر عوض الله اللي كان رئيس قضاء وكان محسوب على اليسار، وكان مرتبط بالقوميين العرب ونظام جمال عبد الناصر. شارك معهم بعض قيادات الاتحاد الديمقراطي زي الأستاذ موسى المبارك عضو المكتب السياسي الاتحاد الديمقراطي، وكان أيضا وزيرا في حكومة المحلوب قبل الانقلاب. انقلاب مايو 1969 تم الاتفاق عليه هنا في مصر مع رئيس جمال عبد الناصر. الاتفاق تم مع جمال عبد الناصر ونفذ الاتفاق ونفذ الانقلاب بمعاونة ودعم رئيس جمال عبد الناصر. رغم أن رئيس جمال عبد الناصر يعني بعد النكسة 67 السودان بقيادة حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي هو الذي جعل له حياة سياسية جديدة، لأنه عاون له مؤتمر الخرطوم ومؤتمر القمة العربي الذي خرج بالنداءات الثلاثة نداءات الخرطوم، وقابلته الجماهير السودانية جماهير حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي ورفعت معنوياته بعد النكسة، واستقبل نظام حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي، استقبل الكلية الحربية المصرية واستقبل القاذفات المصرية في السودان. رغم عن ذلك طموح عبد الناصر في السيطرة على الدول العربية والمنطقة العربية دفعه لأنه يطعن نظام الديمقراطي في السودان الذي أعطاه حياة جديدة بعد نكسة 67، وأن يعني يتآمر مع الحزب الشيوعي والقوميين العرب لتنفيذ هذا الانقلاب في مايو 25 مايو 69 عام 1969. طبعا الانقلاب جاب الاتحاد السوفيتي جاب خبراء اقتصاديين عملوا الخطة العشرية الاقتصادية، وجاب خبراء من ألمانيا الديمقراطية أسسوا المخابرات والأمن السوداني الذي ترأسه الرائد مأمون عوض الدين في بدايته، وكانوا أول من بدأوا عملية التعذيب في السودان. فكانت من نصيب حبيب غريب الله خليل والحبيب الفاضل عوض حسين
أول ما فرض عليهم التعذيب الذي تعلموه من جهاز المخابرات لألمانيا الشرقية. في هذا العهد نيميري جري من وراء الخط الروسي الشرقي ومحاكاة لعبد الناصر، والغذافي قام بتأميم البنوك السودانية وتأميم القطاع الخاص السوداني، وأيضا قاموا بتطبيق مبدأ التطهير واجب وطني، ففصلوا خيرة الكوادر السودانية من الخدمة المدنية. وكان هذا مدخل لهذه القوادر لكي تسحب وتعمر المملكة العربية السعودية ودول الخليج بخبراتها. القرارات دي تركت أثر حتى اليوم، قرارات تعميم البنوك الأجنبية، تم إخراج بنك كريدي ليوني الفرنسي وبنك باركليز البريطاني والبنك العربي والبنك مصر. كل هذه البنوك التي كانت تعمل في السودان تم إبعادها وتعميمها، وتم تعميم عدد كبير جدا من الشركات الوطنية والشركات المملوكة للسودانيين المجنسين من شوام ومن يونانيين ومن أرمن ومن يهود وغيرها. فكانت أكبر يعني ضربة للاقتصاد السوداني، حتى الآن لم يتعافى منها تماما الاقتصاد السوداني. طيب، هذه هي الخلفية التي سبقت حركة 2 يوليو 76. عندما حدث هذا الانقلاب كان الإمام الهادي المهدي موجودا في الجزيرة العربية، وبقي هناك، استعصم بالجزيرة العربية وانضم إليه عدد من قيادات العمل السياسي في الاتحاد الديمقراطي وحركة الأخوان المسلمين وحزب الأمة، والتجأوا إليه في الجزيرة العربية من الاعتقال، لأنه كانت كل القيادات تم اعتقالها في العاصمة الخرطوم. فمن الذين لجأوا إليه الشريف حسين الهندي وقادة الأخوان المسلمين الشيخ الكاروري وغيره، وأيضا تمكن الصيد الصادق المهدي من أيضا الوصول إلى الجزيرة أبا وتفادي الاعتقال، رغم أنه عاد مرة أخرى الخرطوم بطلب من مجلس الثورة، حملوا إليه اللواء الفاتح عروة، لواء طيار الفاتح عروة، بقسم أنهم لن يمسوه بأذى ولن يعتقلوه، ولكن يريد فقط التحاور معه حول الحلول للقضية الوطنية. فذهب رغم أن الإمام الهادي لم يكن موافقا، لأنه كان يرى أن هناك غدر، وفعلا ذهب السيد الصادق المهدي واجتمع بجعفر نميري. جعفر نميري كان أقرب إلى قبول حجة السيد الصادق المهدي بإبعاد الشيوعيين من السلطة وتحويل الوضع إلى وضع وطني، ولكن الشيوعيين وبابكر عوض الله أثروا، وكان قرارهم إعادة اعتقال السيد الصادق المهدي، فتم اعتقاله وإرساله إلى جبيد. الجزيرة هذا أصبحت ملجأ لكل القوى السياسية، التف الأنصار حول الإمام الهادي، جاءوا من كل صوب، وأصبحت قلعة لرفض ومقاومة الانقلاب. لكن الإمام الهادي كان يدرك أنه النظام مسألة وقت، والنظام سوف يهجم على الجزيرة أبا وينهي هذا الوضع الذي نشأ في الجزيرة أبا ضد الانقلاب الشيوعي. ولذلك أوفد الشريف حسين الهندي وأوفد ابنه ولي الدين الإمام الهادي الذي كان طالبا في بريطانيا، أوفدهم إلى الإمبراطور هيلا سلاسي في أثيوبيا،
والى الملك فيصل في المملكه العربيه السعوديه لكي يستنجد بهم بالسلاح، انه يرسله السلاح والمال لكي يستطيع ان يؤسس مقاومه لهذا النظام. وبما انه يعني فارسلهم الى هناك، وبدات عمليه الاعداد لمقاومه الانقلاب وحمايه الجزيره ابا من اي يعني من اي هجوم من النظام. لكن يعني لم تاتي الاوضاع كما قدر لها يعني. وهنا انا ابدا في شرح كيف انا يعني دخلت في هذه العمليه، كيف يعني صار لي دور في هذا الامر. وانا كنت طالب في الثانوي، في السنه الثالثه الثانوي في بيروت، في مدرسه الشرفات او كليه الشرفات الوطنيه. طيب عندما قام انقلاب مايو 69، كان الدكتور عمر نور الدايم في بريطانيا، اجرى عمليه في بريطانيا. وبما ان بيروت لبنان كان الدخول اليها سهلا بتاشيره في المطار، جاء الى بيروت بعد ان انتهت اقامته في بريطانيا. جاء الى بيروت مباشره في شهر 6 69، وتوافد الى بيروت بعده عدد من السياسيين السودانيين من الاسلاميين ومن الاتحاديين. جاء الدكتور عمر وعلم اني هناك في كليه الشريفات، فارسل لي الكليه حوالي ساعه من مدينه بيروت. فجئته وبيننا طبعا غير العلاقه الانصاريه وعلاقه الحزبيه، بيننا علاقه اسريه، قرابه اسريه من اعمامي آل حباني، الناظر يوسف حباني، شقيق الوالد من امه، وهو جد الدكتور عمر نور الدايم، الذي يعني يرتبط للاسره من والدته يعني ابنه الشيخ محمد حباني. فعلى اي حال جاء الدكتور عمر، طلب مني الدكتور عمر نور الدايم ان احمل رساله منه الى الامام الهادي، رساله شفهيه وخطاب سلام فقط. فبما اني كنت طالب ولم يكن لدي ملف لدى الاجهزه الامنيه ولم اكن معروفا، وكان صديقي وزميلي المرحوم الفاضل الهادي المهدي، وهو في نفس الوقت ابن اختي زوجة الامام الهادي رغية عبد الله الفاضل المهدي، فكنت اتردد على منزل الامام الهادي بهذه الصفه والعلاقه الزمانه مع الاخ الفاضل. فذهبت الى الخرطوم ومنها الى الجزيره ابا مع الاخ الفاضل، وقابلت الامام الهادي وسلمته رساله التحيه من الدكتور عمر بن الدايم، وابلغته رساله الدكتور عمر بن الدايم الشفهيه، والتي تلخصت في انه هل هناك تكليف يقوم به في الخارج ام يعود الى الداخل. فقال لي الامام الهادي: لا، قول للاخ عمر انا ارسلت الشريف حسين الهندي الى الامبراطور هيله سلاسي والى الملك فيصل برسائل لكي يوفر لنا التمويل والسلاح لكي نستطيع ان ندافع عن انفسنا في حاله اي هجوم، وارسلت معه ابني ولي الدين الامام الهادي لكي يضمنه امام هؤلاء لانهم لا يعرفونه بانه هو جاي من طرف الامام الهادي. لكن ولي الدين طالب وسيذهب الى يعني دراسته في بريطانيا، سيعود،
فيقوم يتولى الدكتور عمر نوداي تمثيلنا مع الشريف حسين الهندي في هذا العمل في الخارج. عدت وأبلغت الدكتور عمر نوداي هذه الرسالة، وبعد ذلك هو التحق بالشريف حسين الهندي في المملكة العربية السعودية، وواصل كممثل لحزب الأمة وللإمام الهادي في هذا العمل. بعد ذلك اتخذت هذه المجموعة التي تمثل المعارضة حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي والإخوان المسلمين من بيروت مقرا لها، يعني تلجأ إليه للاجتماعات لسهولة الدخول في بيروت، وأنها دولة محايدة ليس لها علاقة بالنظام في السودان. فأصبحت أنا الرسول بينه وبين الإمام الهادي، فكانوا يرسلون لي ويطلبون مني أن أذهب للإمام الهادي برسائل شفهية. هذه الرسائل الشفهية كانت تدور حول الدعم المالي وحول السلاح، وكان السلاح يهرب عبر الجمال عبر القبائل الأنصارية رفاعة وتينانة من الحدود الأثيوبية إلى الجزيرة عبر. وكنت أذهب للإمام الهادي وأبلغ هذه الرسائل ويبلغني رده على هذه الرسائل. ولكن أذكر من أهم الرسائل التي أبلغني إياها الإمام الهادي هي أنه عملية تهريب السلاح بالجمال بهذه الوتيرة ضعيف، ولن يكون هناك يعني وقت للحماية من أي هجوم مبادر من النظام. ولذلك يطلب من الملك فيصل أنه يقوم بإسقاط السلاح عبر الطائرات في الجزيرة أبا كما فعل في حرب اليمن. فأنا أخذت الرسالة وذهبت إلى الشريف حسين والدكتور عمر نور الدين وبلغتهم، فعادوا لي برد الملك فيصل، وذهبت مرة أخرى للإمام الهادي. كان رده أنك يا الإمام الهادي أنك موجود في العمق السوداني، وأنا ليس لدي خبراء للقيام بهذا العمل في اليمن، استعدت بخبراء أجانب، ولكن وجودك في العمق السوداني يصعب علي الآن أن أقوم بهذا العمل، ولذلك لا أستطيع أن أوفي بهذا الطلب. هذه كانت إحدى الرسائل المهمة التي أنا حملتها من الإمام الهادي، وحملت ردها من الملك فيصل عبر الشريف حسين والدكتور عمر بن الدايم إلى الإمام الهادي. فهذا كان هو مدخلي للعمل مع الإخوة هؤلاء الذين كونوا فيما بعد الجبهة الوطنية السودانية التي ترأسها السيد الصادق المهدي. طيب، الجزيرة أبا أصبحت قلعة يعني لمقاومة النظام الشيوعي في الخرطوم. نميري حاول أن يقوم بزيارة إلى نيل الأبيض، واجهته جموع الأنصار بمظاهرات من الرفض حتى في الكوة، وتم الشيوعيين قاموا عملوا مسرحية أن والله الأنصار حاولوا أن يقتلوا نميري في الكوة، يختالوا أحد الأنصار بسكين وهو في الباقرة أمام مشرع الكوة وكده، وبدأوا ينسجوا في موقف للهجوم على الجزيرة أبا. فقاموا في بداية 70، في مارس 70 قاموا بهجوم على البري وجوي على ومدفعي على الجزيرة أبا. في الجزيرة أبا أسلحة تسكر، يعني كانت هناك بعض الأسلحة الشخصية للدفاع عن النفس التي أتت عبر الحدود من عبر الحدود الأثيوبية. فالذي حدث أنه يعني جاء قوة بقيادة الضابط أبو الدهب، العميد أبو الدهب، ودخل جزيرة أبا
مدخل الجاسر، الجاسر ده هو قبر ترابي يعني أقاموا الأنصار لربط الجزيرة أبا مع اليابسة. فأقام الأنصار بقطع الكوبري، لما انقطعوا الكوبري غرقت الآليات وأصبحت محاصرة. ففكر العميد أبو الدهب في حيلة، فقال لهم أنا أريد أن أقابل اليوم، هذه لي رسالة لمعرفة رأيه في الحلول لهذه الأزمة في السودان. فقال لهم اليوم العادي، قال لهم يدفق، فجابوه لليوم العادي، فقال أنا مرسل من مجلس الثورة وعايز أعرف رأيكم وكذا. فاليوم العادي بلغه رأي الأنصار وشروطهم في إبعاد الشيوعيين من السلطة، من مواجهة السلطة، وفي العودة إلى النظام الديمقراطي، وفي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي على رأسه السيد الصادق المالكي. فرجع أبو الدهب، الإمام الهادي أمر الأنصار بإعادة ردم الجاسر وفك حصار هذه القوة المدرعة في بادرة حسينية، وفعلا تركت لتغادر. لكن الذي حدث أن هذه القوة عادت بهجوم على الجزيرة أبا، هجوم مدرع، هجوم مدفعي من بعيد المدى من عسلايا بمدافع وفرها نظام ليبيا القذافي في ذلك الوقت، والطائرات كان يقودها طيارين سوفيت في ذلك الوقت كانت تضرب الجزيرة أبا. والهجوم المدرع الذي حدث على الجزيرة أبا، نتيجة لذلك سقط عدد كبير جدا من الشهداء، وما كان للأنصار أن يوافقوا على أن يستسلموا إلا وبوجود الإمام الهادي منها. فالإمام الهادي جمع مجلسه وقال لهم أنا أريد حقن الدماء، لأنه هذه معركة غير متكافئة، وأنا إذا بقيت هنا سيموت كل الأنصار في دفاع عني، ولذلك أنا أخرج من الجزيرة أبا وأهاجر إلى إثيوبيا لنواصل النظام من هناك. ويتولى أمين هيئة شؤون الأنصار خالد محمد إبراهيم الحبيب فارس محمد إبراهيم القيادة نيابة عني، ويرفع الراية البيضاء ويسلم الجزيرة أبا حتى يوقف القصف عن المدنيين والنساء والأطفال الذين سقطوا، وسقط منهم يعني التقديرات كانت حوالي 10,000، وهناك من دفن حيا من الذين سقطوا. فحتى يخرج الإمام الهادي من الجزيرة أبا، نفذ الأنصار بقيادة الشهيد محمد صانع عمر من حركة الأخوان المسلمين ومعه 29 من الأنصار، نفذوا عملية انتحارية في داخل معسكر الجيش في ربك الذي كان يعسكر في منطقة المصفى، في منطقة مصفات الزيت ومنطقة المحمد في ربك. فقام الأنصار بعملية انتحارية حرقوا فيها الأقطام، ويعني ولعوا النيران في معسكر القوات المسلحة لكي يعني يشغلوه حتى يخرج الإمام الهادي من الجزيرة. وفعلا خرج بسلام، ولكن شاءت الأقدار وهم في الحدود مع الكرمك يعني أن يتم القبض عليهم، وكانت مصادفة حقيقة لأنهم مروا ببعض البقالات في إحدى القرى، وبعد ذلك سلكوا طريق يسلكه المهربون، وصاحب البقالة هرب اعتقد أنهم مهربين، وجاءت قوة وأقت القبض عليهم في الحدود، وتم تصفية الإمام الهادي وملازمه صديق شرف الدين وخاله محمد أحمد عمر الذي كان معه، وتم اعتقال البقية. تم تصفيتهم بأمر من تلفون من جعفر نمير، ولم يتم تصفية
بقية المرافقين معهم، منهم ابنه الفاطم الإمام الهادي والشيخ الكاروري وخاله العمدة عمر مصطفى عمدة الشواف وآخرين، لأنهم كانوا في منطقة متأخرة عنهم. كان الإمام متقدما ومعه خاله محمد أحمد عمر وملازمه الصديق شرف الدين، ولذلك عندما صدرت الأوامر تم تصفيته ثلاثة ودفنه في منطقة مجهولة واعتقال الآخرين وتقديمهم للمحاكمة. باستشهاد الإمام الهادي في مارس 1970 بدأت حقبة جديدة في المعارضة السودانية بعد ضرب الجزيرة أبا وهود نضالي واستشهاد العديد من الأنصار، بدأت حقبة جديدة. فهاجر الأنصار من الجزيرة أبا ومن مناطق كثيرة في أسر الإمام الهادي واستقروا في معسكرات في محلية المتمة في أثيوبيا اللي هي محلية بندر منطقة اسمها شهيد البحر وشهيد الخور، وكانت هذه المنطقة موبوءة بالشفتة وغير آمنة. لكن استقرار الأنصار وقيمتهم القرى في هذه المنطقة خلق أمن وأمان فيها، وانتقل كل القرويين الأثيوبيين ليعيشوا حوله، وأصبحت منطقة آمنة هذه المنطقة. فدي مرحلة انتهت، مرحلة المقاومة في الجزيرة أبا. بعد ذلك طلب مني الإخوة في القيادة المهارب في الخارج أن أحاول أتواصل مع السيد الصادق المهدي التي كان موجودا في غام جبرية في بورسودان في منزل في ميناء بورسودان، واستطعت في 71 بداية 71 أن أصل للسيد الصادق المهدي في إقامته الجبرية في بورسودان، وحملت معي مسودة ميثاق الجبهة الوطنية السوداني الذي حملوني له الدكتور عمر مكدايب والأخ الشريف حسين الهندي. طبعا أخفيته في خيطته في شنطة وأخفيته وذهبت. تفاجأ السيد الصادق المهدي بأنه له قريب ابن عم يعمل في هذا العمل السري، وطبعا فارق السن هو كان يأتي للوالي وكنا صغارا فلا يأبه بنا ونحن نلعب في أوشن بيت فتفاجأ ونورته بما كان، لأنه في فترة كان معتقل لا يعلم ما حدث بعد أن خرج من الجزيرة أبا وبالتطورات الخارجية أيضا، وأعطيته نسخة الميثاق، علق على النسخة وأداني بعض المقترحات للإخوة في الخارج، وأخذتها لهم وسلمتهم التعليقات على مسودة ميثاق الجبهة الوطنية وتعليقات ومقترحات السيد الصادق المهدي في ذلك الوقت. عدت مرة أخرى للسيد الصادق المهدي أيضا بطلب منه في عام 73، يعني قابلته في نفس المقام في بورسودان. وفي ذلك الوقت بدأ صياغة الدستور الدائم لنظام ماين. طبعا حدثت تطورات في هذه الفترة، أنه في 71 حصل انقسام في النظام، وحاول الحزب الشيوعي بقيادة عبد الخالق محجوب نفذ انقلاب على جعفر نمير، وفشل الانقلاب، انقلاب هاشم العطا وبابكر النور وفاروق حمد الله، فشل الانقلاب وقام نميري بقتل قادة الحزب الشيوعي وتحول إلى الغرب، تحول إلى الغرب في عام 71 بعد الانقلاب. فتغيرت صورة النظام في السودان،
فبدأ في عام 73 يصيغ دستور لنظامه بعد أن تحول إلى الغرب في عام 72، وأتى بقادة وكوادر مثل الدكتور منصور خالد والأستاذ إبراهيم منعم منصور وعدد من القيادات الوطنية تولت الوزارات والمسؤولية بعد ضرب الحزب الشيوعي، ويعني قرر بالتواصل مع الغرب، الانتقال من الشرق إلى الغرب من روسيا إلى أمريكا والسعودية، وتمت مصالحة مع المملكة العربية السعودية ومصالحة مع إثيوبيا، وقامت إثيوبيا بمعاونة مجلس الكنائس العالمي وأمريكا بعقد مباحثات أديس أبابا التي تم فيها اتفاق السلام عام 72 في جنوب السودان بين النظام النيميري وبين حركة الأنانية بقيادة يوزيف أودو الذي صار نائبا للرئيس يوزيف لاو، آسف، برئاسة يوزيف لاو. كانت هذه مكافأة للنيميري على تخلصه وقتله لقادة الحزب الشيوعي من مجلس الكنائس ومن أمريكا، ورأى ذلك الدكتور هيلا سلاسي. طيب، ده عمل فاصل في عمل المعارضة، لأنه بتغيير نميري من الشرق إلى الغرب طبعا كان مضطرد جدا في إطار الشيوعية، يمر بغو السودان وقال أنه سأصدر يعني الليبينية الماركسية إلى الأراضي المقدسة في السعودية. ده كان من فرط يعني تطرف في الإطار الشرقي في إطار الاتحاد السوفيتي. ثم قلب بعد محاولة الانقلاب والصراع اللي تم بينه وبين القومين العرب والحزب الشيوعي، أبعد بابك العوض الله وجاء واستقر في مصر حتى مات في مصر، والشيوعيين نفذوا الانقلاب وفشل الانقلاب، وعاد نميري يمينيا مع المعسكر الأمريكي. طيب، نتيجة لذلك أوقفت المملكة العربية السعودية الملك فيصل وهيلة سلاسي دعمهم للمعارضة السودانية، وحاول الملك فيصل أن يعقد اتفاق بين نميري والشريف حسين الهندي في جدة، وفعلا جلسوا واتفقوا، ولكن النميري لم ينفذ الاتفاق، فجمد عمل المعارضة في إثيوبيا وجمد السلاح في المعسكرات، ودخلت المعارضة في بياد شتوي في الفترة ما بين 72 و 73 74. في هذه الفترة خرج السيد الصادق المهدي، أطلق سراحه بعد صياغة دستور 73 لنظام مايو الذي حاول فيه أن يعتدل حسب توجيهات الغرب، ويعني يصير نظام دستوري ويمضي في التعاون مع الغرب. يعني ففي هذا الإطار قام أطلق سراح السيد الصادق المهدي في نهاية 73 بعد ما أنا قابلته تقريبا بأسبوع في بورسودان. بعد ذلك طلع السيد الصادق المهدي في نهاية 73 بداية 74 طلع إلى لندن، سمحوا له بالسفر إلى لندن. أنا في ذلك الوقت كنت دخلت الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن اشتدت الحرب في بيروت، حرب الأهلية في بيروت، فتحولت إلى الجامعة الأمريكية في لندن نتيجة لاشتداد الحرب في بيروت. فهذا تزامن مع وصول السيد الصادق المهدي، وأصبحت تجددت العلاقة مع السيد الصادق المهدي ثم مع الدكتور عمر نور الدايب والشريف حسين الهندي الذين أصبحوا يعني انتقلوا إلى لندن للاجتماعات مع السيد الصادق المهدي. دي فترة التحول الذي حدث بعد استشهاد الإمام العادل
درب الجزيرة أبا انقلاب الحزب الشيوعي في يوليو 71 وفشل الانقلاب وذبح نميري لقادة الشيوعيين والانتقال إلى الغرب يعني حليف لأمريكا، اتفاقية أديس أبابا التي يعني كوفئ بها نميري بإنهاء التمرد في جنوب السودان باتفاقية أديس أبابا في عام 72، وهكذا هذه حقبة انتهت. في الفترة دي قبل في 73 قبل خروج الصين الصادر الألماني من السودان إلى لندن، حصل خلاف بين النميري والغذافي وبقي في تراجع، وكان الغذافي أدى نميري قرض فطالبوا بالقرض، ونميري قام طلع مدائي في السودان أنه أدفع مال الكرامة، الناس يتضرعوا عشان يدفعوا للغذافي قروش وكذا، فأصبح في مواجهة وانتهت علاقة التحالف ما بين مات عبد الناصر في 71، انتهت علاقة التحالف ما بين مصر والسودان وليبيا وسوريا في ذلك الوقت، وتغير الوضع. فطلب العقيد الغزافي في إطار صراعه مع نميري طلب مشورة من المفكر القومي العربي الإسلامي بابكر كرار النور الذي لجأ إلى ليبيا في ذلك الوقت. بابكر كرار النور كان من أقطاب نظام مايو، الانقلاب بتاع مايو، واختلف مع جعفر نميري، وهو مؤسس للحركة الإسلامية في جامعة الخرطوم، لكنه رفض يعني التحول إلى حركة أخوان مسلمين، وظل هو في حزب اسمه التحرير الإسلامي معه نخبة من الزملاء، منهم مرغن النصري المحامي وعبد الله زكريا ودكتور ناصر السين وآخرين، فانضموا لنظام مايو ثم اختلفوا مع نميري ولجوا إلى ليبيا، وباعتباره قومي عربي وبينه رجل مفكر بينه نقاشات مع القذافي هو وعبد الله زكريا، طلب منه الغزافي مذكرة يعني إذا أراد أن يتعامل مع معارضة سودانية كيف وما هي المعارضة السودانية التي يتعامل معها. فقام بابكر عوض الله كتب له مذكرة قال له والله إذا أردت أن تتعامل مع الأنصار حزب الأمة لأنه ذي الكيان الأساسي في السودان، ما عداه من قوة هو ردود فعل للكيان الأساسي، كل القوى الأخرى شيوعيين إخوان مسلمين حركة اتحادية دي كلها ردود فعل للكيان الرئيسي حزب الأمة الأنصار، لأنه ده كيان الثورة المهدية الذي أسس الدولة السودانية، ده كان رأي بابكر كرار. بناء على ذلك اتصلت القيادة الليبية كلام ده في 73 بالدكتور عمر نور الدين قبل خروج السيد الصادق المهدي من السودان، وجاء الدكتور عمر نور دايم قابل وقتها العميد أبو بكر يونس جابر، فقال له يا أخي إحنا على خلاف مع نميري وعايزين ندعمكم ونتعاون معكم كمعارض. فالدكتور عمر قال له والله يا أخي إحنا عندنا جبهة وطنية، عندنا حلفاء الاتحاد الديمقراطي وحركة الأخوان المسلمين، فقال لي لا حسب المذكرة بابكر كرار قال له لا احنا نتعامل معاكم انتوا بس. دكتور عمر قال لي والله يا عمر بن قال والله يا اخي احنا عندنا زغده يعني في هذا النظام لا يمكن ان يكتب علينا لان احنا وجدناكم انتوا كحلفاء ان نتخلى عن زملائنا وحلفائنا، فاما تقبلونا نحن كلنا واما يعني يصعب ان نتعامل. فتحت هذا الضغط وافق، فقال له اتصل بشريف واتصل ب الأخوان المسلمين كان بيمثلهم الأستاذ خالد بن ضبي خليهم يجوا، فاتصل للشريف وشريف كان ذو شكوك يعني كان متصل عليه بتلفونه أبو بكر يونس
طبعا تليفون دي مسجل، فشريف قال لي دكتور عمر، قال لي يا اخي انت مطلعين لله ليه ما بتسلموني اللي جاف النميري؟ وطبعا الدكتور ما كان قال لي يفسر لي، فقال لي يا اخي ان شاء الله خير ما في مشكله كده. اتكلم مع عثمان خالد فلو، وبدات العلاقه في 73 مع ليبيا. لذلك لما طلع سيدنا الصادق المهدي في نهايه 73 بدايه 74 تم تشكيل الجبهه الوطنيه برئاسه سيدنا الصادق المهدي ومكتب سياسي بعضويه الشريف حسين الهندي، دكتور عمر نور الدايم، عثمان خالد مضوي ممثل للحركه الاخوان المسلمين، والاستاذ احمد زين العابدين من الاتحاد الديمقراطي، والاستاذ احمد عبد الرحمن محمد من حركه الاخوان المسلمين. يعني اثنين اتحاد، اثنين امه، اثنين اخوان مسلمين. وبدا التخطيط لحركه 2 يونيو 1976 للاتفاق مع ليبيا. ولذلك اختر الانصار في معسكر شهيدي البحر وشهيد الخور في محليه المتمه او محليه الجلابات محافظه غندر غندار. وطبعا غندار دي جيش المهدي احتلها وقتل الامبراطور في ذلك الوقت، يعني في الثوره، في وقت الثوره المهديه. جيش المهدي وصل غندار، وهي منطقه جبليه عاليه في اثيوبيا، منطقه امهار. فبلغوا الانصار انه يبدو رحله الانتقال من اثيوبيا عبر السودان الى الكفر ليبيا للمعسكرات الجديده التي انشئت هناك في ليبيا. وفعلا الانصار ناس منظمين كتومين، يعني استطاعوا أن ينتقلوا بالمواصلات إلى الكفر إلى ليبيا، وتنشأ المعسكرات هناك في 74. نشأت المعسكرات في عام 74 في صحراء الكفر في ليبيا، بناء على اتفاق الدكتور عمر النولدان، ثم اتفاق قادة الجبهة الوطنية مع القيادة الليبية. يعني دي حقبة جديدة بدأت في ذلك الوقت. طيب المسألة دي أنا كنت في الدراسة في الجامعة في ذلك الوقت. طبعا المعلومات دي ما عندي، يعني ما كنت داخل في المعلومات دي، لأن دوري يعني رسول سري للسودان انتهى. لكن علاقتي قائمة معهم على المستوى السياسي وكذا. كل القضايا دي كانت هم جايين سرا، يعني أنا ما عندي معلومات عنها. أنا كنت مشغول طبعا في الدراسة، كنت في تالتة يعني جامعة وماشي رابعة جامعة وكذا، كنت مشغول في الدراسة. طيب أنا تخرجت بعد ذلك في صيف عام 1975. أتذكر حضر السيد صالح العلماني التخرج بتاعي في لندن، ثم سافر بعد ذلك هو لمصر، كان مقيم هنا في القاهرة. أنا جيت مصر في طريقي للسودان، فقابلته في شبة في مصر الجديدة، فقال لي يا أخي أنت ماشي السودان، أو شاطر بيدك ما تدخل في العمل الماشي هناك، في طبعا تنظيمات معارضة لحزب الأمة ولحزب الديمقراطي والإخوان المسلمين، وفي فرع للجبهة الوطنية في الداخل. قال لي أنت ما تدخل معي، وأنا حنرسل لك تكليفات. فقلت له خير، ودعت ومشيت السودان. أنا مجيت السودان واشتغلت مساعد مدير في شركة ومصنع الصناعات الكيماوية السودانية في الخرطوم البحري، وهي شركة تتبع لشركة الخلية العالمية المملوكة للشيخ صباح جابر صباح
امير الجمهوريه المتوفي والدكتور عمر الدكتور خليل عثمان، وانا اصلا درست اداره اعمال واقتصاد، فكان المدير انجليزي، فانا اشتغلت ده مساعد مدير في هذه الشركه. و فبدات الرسائل تجيني من الخارج. اول رساله جاتني مباشره قال لي يا اخي تقابل الاستاذ بكري عديل وتستلم المفاتيح للتنظيم العسكري للحزب في الجيش. انا ما بعرف بكري عديل، فالسيده ساره فاضي رحمه الله قالت لي يا اخي انا ابلغ الاخ الدكتور الفاضل الجاد عشان يعرفك بالاستاذ بكري عديل. قلت له خير وزير فاضل الجاد. فاضل الجاد قال انا والله لاني مطارد من الامن، فادوني فرصه عشان انا يعني الامور تهدى شويه واجي اخذ الاخ مبارك اعرفه بالاستاذ بكري عديل. طيب شاءت الاقدار، حدث انقلاب 5 سبتمبر 75 اللي غادوا حسن حسين، وشاءت الاقدار ان الاستاذ بكري عديل يدخل بالتنظيم العسكري في هذا الانقلاب عبر الشهيد عباس بشم اللي هو كان زعيم الطلاب الانصار في جامعه الصقور، وكان خاله هو الضابط حيمر، وعبر خاله يعني اقنع بكري عديل ان يدخل في هذا التنظيم. وفعلا كتب البيان الاول الاستاذ كمال الدين عباس الممثل السياسي لحزب الامه، لكن حسن حسين اضاع البيان ولذلك اذاع بيان خاص به. الانقلاب نجح طبعا، استلموا السلطه ويعني ولو انه نيميري هرب منهم، وفيما بعد عرفنا انه هو اختبأ في بيت من أصدقائه السفير بابادور، اختفى في بيت السفير بابادور في الدريف، فاستلموا القيادة واستلموا الإزاعة وزاروا البيان وكل شيء، وانحازت القيادة العسكرية للإنقلاب حسن حسين. لكن حصل أنه عباس بلشم دام استعجل الضابط الحيلي ان يطلقوا سراح الجوانتغاليين في السبليكوبر، فقام اتحرك معه بالدبابه الموجوده حادث الاذاعه ومشى عشان يطلقوا سراح المعتقلين في السبليكوبر، فاطلقوا سراح المعتقلين. في هذا الوقت تحرك الرئيس الاركان الفريق بشير محمد علي وذهب الى وادي سيدنا، وجد بعض ابناء النيل الابيض ومنهم انصار، يعني قال لهم تتحركوا معي في انقلاب منار. يوم دبابتين من سيدنا تعطلت واحدة في قدام بيت أسري، ووصلوا بالدبابة الثانية في الإزاعة. كانت الدبابة بتاعت الحيل مشت لكوبر، الإزاعة كانت فاضية بعد ما زعت البيان، فاستلموا الإزاعة وزعوا بيان مضاد. لما جاء الحيل بالدبابة بتاعته اعتقد أنه الدبابة دي تابعة له، فنزل من الدبابة وضربوه رصاص قتلوه، والبيان غير الوضع. الجيش اللي انحاز لحسن حسين رجع انحاز لجعفر نميري، وفشل الانقلاب وتم إعدام الشهيد عباس برشم والشهيد حسن حسين وعدد من قادة الانقلاب. الطريف في الأمر أن الشخص الكتاب مكلف، الرائد الكتاب مكلف اسمه دلوقتي ما بستحضر به، أنه كان مكلف باعتقال جعفر نميري بانتخالته زوجة السفير بابتور، ولذلك هو بعد ما فشل في اعتقال نميري يختفى في بيت انتخالته السفير بابتور، فهو قام في غرفة العاملين وجعفر نميري كان في الصالون. يعني في دي وريك الترابط الشعب السوداني كيف انه
نميري جالي صاحبه بابتون وده جالي بيتخالته زوجة بابتون. في النهاية أنا يعني الله يرحمه قلت عليه القبض في الحدود مع سيبيا وتم إعدام الرأي الكام مكلف باعتقاد نميري عليه. حد هذه حقبة بتاعت أول تكليف لي. طيب تاني تكليف جاني قالوا لي يا أخي تمشي تدابي العميد سعد بحر. وسعد بحر لا مشكوك بالانقلابات في ساكن في 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 بانو في العطة. فمشيت وطبعا للحيطة وقفت عربيتي في جنب مدرسة المؤتمر السالمون ومشيت برجليني مشوار بتاع 3-4 كيلو يعني المشوار. فمشيت لسعد بحر ادوني كلمة السر. فدخلت لسعد بحر اديته كلمة السر. الراجل حويض جدا قاعد يعايل لي فحص فيني ابي اتكلم معه بس قاعد يعايل لي كده بيبحلك فيني متفحص فيني. اخذ لي فترة كده بدأت 15 دقائق بعد ذلك قرر يتكلم معي. فقام يتكلم معي يعني انفتح معي. قام قال لي يا اخي اسمع انا فعلا مكلف من اخواننا دين بعمل ورسم لي بعض الانصار سربوا لي لمزرعتي لكن انا الان مراقب رغابة للصيغة ويعني متوقع اعتقالي في اي لحظة. تكلمهم تقول لهم يسحبوا الانصار دي لان خلاص انا محاصر شديد ما حقدر اعمل حاجه. شكرته ومشيت بلغت الرساله وفعلا انسحبوا الانصار وبعدها قدم اعتقال فعلا. فدي كانت الرساله الثانيه الى الخارج. بعدها ارسل لي رساله ثالثه مع اخونا الله يرحمه الحبيب الفاضل عوض حسين من قيادات حزب الامه والانصار. فجاء من المانيا لاقى سيد صادق قال لي كلم مبارك قال له يبدو يجهزوا ليله لعربات ولواري ويبدا يجهز قناه ماليه للتحويلات. ففعلا انا جهزت قناه ماليه احدى ريال الاعمال الكبار من دولاه بالسياسه كده. واذكر الوقت ذاك الجنيه الدولار كان جنيه الجنيه السوداني كان دولار في ذلك الوقت. ما عارف لما النمير استلم الدولار كان 30 قرش لما استلم 69 الشعير الدولار كان 30 قرش والجنيه استرليني كان 78 قرش. كان الجنيه السوداني قوي جدا لان انا كنت بيجي بحول للدراسه يعني. ال 33 جنيه و 78 جنيه لما تاور بزي ليه في الوقت ده عليه حلقة عليه حضر المسائل لي. وبدت العملية بتاعت الترتيب لحركة 2 يوليو 76. طبعا انا ما مطلع على العملية يعني ما جابوني ذا ليه عندنا كذا 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 كذا. لا انا كنت بجمع المسألة دي زي الصورة بتاعت الجيكسو خزي اللي بتجيب قطع ها في صورة بتجيب قطع بتلصقها لغاية ما تعمل الصورة. فكان السرية بيقوموا يجيبوا لي الصورة بتاعتهم من القطيع بتاعتهم بيجيبوا لي تكليفان محددة. أنا لما نخط التكليف ده مع التكليف ده بتبتدي تظهر لي خيوط للعمل دي تصل لي فلوس العمل ده. طيب اذا ولي حطير كده حطير كده تزف وتشكلت لجنه لعمليه بتاعت العربات دي. شكلت لجنه من الباشمهندس ادم احمد ومن المهندسين تاع البيزي القديرين جدا الله يرحمه قبال الانصار الصالين فرند ورشه في المنطقه الصناعيه بدبلا وعضوية الناظر عمر إدريس هنباني ناظر الحسانية والحسنات لأنه عنده علاقة بالسوق
كده، وراجل مؤتمن وحافظ على السر، وشفيقي الباشمهندس الفاضل عبد الله الفاضل المهدي وهو مهندس ميكانيكي، وأيضا الحبيب إدريس شكيري وهو كان عنده من الأنصار الفلسطين وعنده طرمبة، إدريس شكيري، ومن مساعد المحافظ إبراهيم عمر أبو جدي وهو من الذين أعدموا، من الشهداء الذين أعدموا هذا الحركة. إبراهيم عمر تجى لي برضو برسالة من برا أنه هو الزول ده حيكون مساعدي في العمل، ساعد معي في العمل. قلت رجل كان رجل مخلص ورجل متفاني بصورة ما عادية يعني، يعني كان يمكن أن ينجو بعد الحركة، لكن غاب عليه أنه اسمه يمكن يورد في التحقيقات، لأنه قاعد أسبوعين بعد الحركة وبيلعب كورة في الحلة وكده، كان ممكن براحة يطلع بالمقال، لكن يعني القدر عماه من ذلك وجلسوا بعدين في التحقيقات طلع اسمه وتم إعدامه بعد المحاكمة. ومن مساعد المحافظ إبراهيم عمر أبو جديد وهو من الذين أعدموا، من الشهداء الذين أعدموا بعد الحركة، يعني كان يمكن أن ينجو بعد الحركة، لكن غاب عليه أنه اسمه ممكن يورد في التحقيقات، لأنه قاعد أسبوعين بعد الحركة وبيلعب كورة في الحلة وكده، كان ممكن براحة يطلع بالمقال، لكن يعني القدر عماه من ذلك وجلسوا بعدين في التحقيقات طلع اسمه وتم إعدامه بعد المحاكمات. المهم جاتين رسائل لي، عملت اللجنة بتاعت المواصلات دي أن هي تبدأ تبحث عن لواري، قالوا عايزين 30 لوري كده، ما في استيراد في الوقت ده، اللواري مستعمل موجودة بيتفورد وأوستين ونيسان وغيرها كده، فبيجوا يشتروا اللواري وتمشي لآدم أحمد في الورشة يعمل عليها التفتيش والإصلاحات وكده وكذا. بقت مشكلتنا اللواري دي نحافظ عليها كيف؟ يعني اللواري دي وديها وين؟ فجاب إبراهيم أحمد عمر ده جاب أخوه اسمه سليمان وشغل مقاول في بعض اللواري يتحرك بيها وكده عشان ما تنكشف العملية دي. طبعا سليمان ده بعد مين يجي له، لأنه سليمان انضم للجبهة الإسلامية الأممية وترشح في الجزيرة أبو صقر في 86، وبعدين هو تحت التعذيب أدلى بمعلومات اللي تم بها القبض على أخوه إبراهيم بن عمر وأدى إلى إعدامه يعني. طيب فمشينا في التكليف بتاع اللواري والتكليف بتاع التحويلات، هما بيسلموا التاجر ده في لندن، وبعد ما يسلموه في لندن بيقوم يسلمني في الخرطوم المال. طيب بعد ما المواصلات، لجنة المواصلات والتحويلات، بعدها ظهر لي مندوب من الأنصار الله يرحمه من الشهداء اسمه عبد الله بركة. فجاني عبد الله بركة قال لي يا أخي نحن الأنصار وصلنا المغاتلين وكده، فبدوا يصلوا للعاصمة ويأجروا يعني بيوت ومحتاجين المصاريف والإيجارات. فبدا عبد الله بركة ده بيجيني بيستلم الإيجارات والمصاريف بتاعت الناس اللي بيصلوا تباعا، يعني في ناس وصلوا 6 شهور قبل 2 يوليو، في ناس وصلوا شهرين قبل 2 يوليو. بيصلوا من وين؟ بيجوا من ليبيا من المعسكرات في الكفرة، بيجوا بالمواصلات بيدخل للعاصمة، وكان عنده تخفي، كان في تعليمات له. أول شيء الزمن ده كان موضة الشعر آفرو والبنطلون شعر ستون،
والجزمه كانت عالي، فكلهم كانوا شعر افرو وبنطلون شعر ريستور وجزمه كانت عالي. وبعدين كانوا موجهين بانه ما يمشوا مناطق الاعصاب عشان بيعرفوهم يعني. اثنين لما يصلوا ما يصلوا قابضين، لانه الانصار اهم حاجه عندهم يصلي قابض، انه يصلي طالع كده، فما يدي اي اشاره لانه هو انصار، ويسكن في مناطق ما عندها علاقه بالانصار المناطق دي. فنفذوا التعليمات دي بحذافير. طيب جاء عبد الله بركه بقى، انا عرفت في ناس موجودين كده، طبعا كانوا منظمين، كانوا 800 في النهايه، وصلوا ل 800. كل 100 عندها رئيسه حسب النظام بتاع الانصار، وكل 10 عندها امر، عندها رئيس، راس العشره وراس ال 100 كانوا منظمين. طيب بعد ما قالوا جايين عربات وجانا المندوب بعد ده، يقول لنا والله يا جماعه بيجيكم الغايد العسكري تقابلوه في الحدود الاثيوبيه. طيب انا قلت انت دبت واحد من الناس الصناديد القيادات المعانا زميلي الاستاذ عبد الرسول النور اسماعيل، وعبد الرسول النور اسماعيل اشتغل معي في الموضوع ده عشان نعمل تغطيه. عملنا ليه هو أن يدي أولاد أخوي بنات أخوي يديهم دروس أستاذ عشان ترددوا على البيت يكون طبيعي عنه غير أستاذ بدرس طلب. فأنت كلفت الأخ عبد الرسول النور أنه يمشي. الأخ عبد الرسول النور مشى سيجنال لواحد من الأحباب برضو صراديد الحبيب أحمد المصيبة، أحمد يوسف المصيبة، وكان هو مفتش الصحة في سيناريو، عنده عربية حكومية لاند روفر. فمشوا سوا مع عبد الرسول النور ويستلموا الغايد في الحدود الأثيوبية، وأنا قلت لهم جيبوا لي في البيت، بيتنا وين؟ في شارع البلدية، بيت الوالد بيت الأسرة كده. فجابوا لي في البيت الساعة 8 مساء، أنا ما بعرف الغايد ده، قال لي واحد اسمه بشر. فجاني وجه وضع، انا هيأت له سكن في عماره مجاوره للبيت، عماره ما مكتمله، في الجزء الخلفي منها جهزت له غرفه وحمام، وفتحت نفاج على البيت من المخزن عشان العماره من برا لتصعب بانها هي عماره غير مكتمله ومقفله ومهجوره. فبندخل من النفاق ده العمارة دي الآن مكتب بتاع الفولفو مرديو موجود في شارع البلدية. فأنا سكنت هناك، سكنت ده أنسى حتة. فعرفت بعد ده أنه هو العميد محمد موسى. طيب العميد محمد موسى ده كان هو الدفعة في الكلية الحربية، وهو من أبناء حمد، وهو ولد وحيد عند والده، والده شغال حارس في جامعة الخرطوم، حارس لقوط العوم جامعة الخرطوم، عمد سعد الله يرحمه. فهو الولد الوحيد في بلد، فهو الرأي أنه والله جاءه سيد الصادق وجاءه عمر بن غدالي في ألمانيا، هو متزوج من ألمانية شرقية قاعد في برلين الشرقية، وهو نمير اتهم في الانقلابات اللي كانت بتحدث، ويعني قام جردوا من رتبه العسكرية وطردوا من الجيش، وهو من أسرة أنصارية يعني. فكان يعني عنده غرور كبير جدا على نظام ما يعرف يعني يحفر منين هذه إهانة الأهالي له. فمش استقطبوا زي الصادم بتوع عمر مرة تانية، وافق. أنا ما عارف أدلون عليهم، لكن مشوا حسب روايته لي
بدأت الساعة تحت، لأنه الساعة تحت ليها مختلف، وعملوا الساعة تحت ودي ما كنت عارفها، ما كلموني بها، عملوها كإكسارة. وفي ذلك الوقت عرفت أنه فيما بعد، يعني الكلام ده ده فلاش باك، عرفت أنه العميد عملوه ساعة كان عنده مشكلة مع ساعة بحر ورفض أن يكون ساعة بحر نايم، لكن حاول يقنعه بمضض، قال له خلاص أنا موافق. حنجي الكلام ده بعدين لأنه عنده أهمية الكلام ده بتاع ساعة بحر. طيب الجد خايف بقى عندنا شنو؟ عندنا لواري، ها؟ وعندنا يعني مقاتلين موجودين، وعندنا غير عسكري، لكن ما في السلاح وين؟ طيب تم ظهروا لنا الخبراء بين الصحراء العارفين السلاح وين؟ جانا خبير الصحراء حسن الفاضل، رجل طويل وقوي من ابناء جزيرة أبا بني هلبة، واخونا محمد موسى من ابناء نيدو، دول القوة بتاعت الصحراء، قالوا قوموا نوريكم السلاح وين. معايا انا طبعا الكلام ده كله معايا انا، لانه انا المنسق العام بتاع الحرب، ما تغيب يعني بي معلومه الا انا بعتاد بختار اجيب فلان ينفذ كذا وعلان ينفذ كذا، يعني عندي معاونين ولجان، لكن كل المعلومات بيني وبين ناس يصاب في الخارج، وبيني وبين القائد في الداخل، وبيني وبين مندوب المقاتلين وغيره، يعني كل العمل ده انا المسؤول عنه والمنسق العام بتاعه. وقت طبعا كنت في الشيرينات يعني لذلك خرجت من الجامعة. فيونا الدنيل حسن الفاضي خبراء الصحراء، فاشترينا لكروزرات ساتشة اثنين، اخترت اثنين من السواقين الغديرين الانصار الصناديق، الصناديق ما بيتكلم سريا، اخونا المرحوم غريب الله خليل الله يرحمه، سائق الائمه، سائق للامام عبد الرحمن وموسى بيت، سائق للامام الصديق، وسائق للامام الهادي، ورجل عنده تاريخ نضالي في الكيان، واخونا بشر عمر النور ايضا من ابناء جزيره ابا، ورجل برضه يعني انصاري قوي جدا. اخترت الاثنين سواقين يسيبوا للوزراء يمشوا مع الدللة يشوفوا السلاح وين. مشوا اخذوا لهم يومين ثلاث يوم اليوم، قالوا لا السلاح ده مدفون في مسافة 300 كيلو من مدروان في منطقة صحراوية واعرة جدا، ما في طريق، الطريق زاد بتمشي به طريق فيه أشجار مدفونة ميتة يسموها التباس، يعني اللغة بتاعها في المحلية تقول لك توباس، فزي البقر، بقر في الشارع كله بقر اللي هو شجر مدفون، فبس السلاح مدفون في هذه المنطقة. طيب بيجي لهم منتظرين، عرفنا السلاح وعندنا اللواري وعندنا المغاتلين وعندنا القائد، لكن منتظر جعفر نميري، جعفر نميري مجا امريكا وقعد شهرين، احنا قاعدين منتظرين. في نهاية الامر سلينا سيد صادق والقيادة مرة قالوا ما تنتظر جعفر نميري، خلاص اتحرر، لانه خايفين ان يحصل انكشاف. طيب في روافد تاني للحركة تاني أنا ما ذكرنا حذكر الآن، في قوة مجموعة الإسلام، مجموعة الإسلام دي بيقودة الحبيب مرغل ضيف الله أحمد النيل، هو موجود الآن شهيد اللواء أحمد النيل ضيف الله،
والأستاذ هاشم ضيف الله المربي الأجياس من الأنصار الصناديد الأغنياء، هو مسؤول من مجموعة الإسلام. مجموعة الإسلام دي من 70 شاب من كوادر حزب الأمة في الجامعات وخارج الجامعات، مهمتهم معرفة بيوت الوزراء والمسؤولين والوصول إليها والسيطرة على النجدة بوليس النجدة والحراسة مداخل العاصمة، دي المسؤوليات. فانضم لهم قوة عسكرية في الاعتقالات، لكن لأنه هم أولاد عاصمة ويعرفوا البلد كده، يعرفوا بيوت الوزراء وبيوت المسؤولين والمسائل. فقوة الإسناد دي حضرت نفسها لأنها عملت كروكيات، عرفت كل البيوت، كل الوزراء، كل المسؤولين، وين حضرت نفسها تماما في الورق، في الخط، في كده. لكن المجموعة ما لا تعلم أن في حركة، يعلم فقط مرغني ضيف الله أن هناك حركة، وهو ذاته يعلم بالتفصيل بالتقسيط وليس بالصورة التامة. لكن لمكانته ودوره سمحنا لي يقعد مع الغاية، لأنه دي مجموعة بتاعت إسناد. فبيجي بيقعد معي مع القائد العميد محمود سعد في المسألة. طيب في مجموعة تانية، مجموعة الضباط في القوات المسلحة، ودي كان فيها الفريق مهدي بابونير، وقتها كان لواء قائد السلاح قائد الدفاع الجوي في النروان، وفيها العميد محمد إدريس هباني الآن لواء معاش، وهو كان في منطقة وادي سيدنا العسكرية. فديت الاثنين كانوا من القوى. أيضا كان فيها اللواء عبد الله محمد عثمان وهو دفعة العميد محمد بن سعد قائد القيادة الشرقية الجوارف. الثلاثة ديت العميد محمد بن سعد اتبع مع الفريق مالي واللواء حضري سباني عدة مرات في لوجودي في شارع البلدية، واجتمع مع اللواء غلام محمد رسوان مرة واحدة، وكلفني أنا أواصل معه يعني، فلأنه مشينا له سوا، أنه مغربية كده اللواء محمد عبد الله محمد عثمان ده ساكن في الملازمين جنب نادي العمال، بعدين عنده عاد بخد كرسي برا في الشارع بيتجمعهم بعض اللواء عبد الله محمد عثمان. مشينا له انا و العميد محمد نور سعد قبل المغرب شويه، انا اخذت كرسي برا لانه انا ما بعرفه طبعا، فقال لي مشي معايا العميد. فمشينا انا وانت نزلت وقفت العربيه بالجنب الاخر من الشارع، قطعت الشارع سلمت عليه قلت له عندك صديق هنا في العربيه دايره. فقام طلع معي قطع الشارع لقى محمد نور سعد، طبعا خلع جدا وسلم عليه بحرارة وكده لأنه زميل وصديق وكده. فقام قال لي يا سعد اللي وأنا ما بقدر أجيك، لكن مبارك ده بيجيك بيوصل لك رسائلي، قال لي جدا. فبعد ذلك أنا بديت أتردد على اللواء أبو نعم محمد عثمان وناغشته وقال لي أنا جاهز. احنا ربطناهم كلهم باذاعه البيان انه في حركه، لكن لما نزيع البيان انتوا تدخلوا. قال لي خلاص اول ما تزيعوا البيان انا بايد تغييرات الشرقيه وبدفع لكم باي اخوات للعاصمه. اتفقت معاه وانتهينا، اتفقنا مع اللواء
هاني بابو وقتها اللي هو محمد عيسى الثاني. العميد محمد نور سعد كان عنده اتصال مع ضباط تانيين زملاء، انا ما دخلت في هذه الاتصالات. فمنهم افتكر واحد اسمه حمو في ده، ما دخلت في هذه الاتصالات، لكن كان عنده اتصالات قبل ما يجي السودان، كان عنده اتصالات. طيب، فدي ضمن مجموعة الإسلام ومجموعة الضباط. طيب، في مجموعة ثالثة اللي هي مجموعة القوى السياسية اللي هتعمل الحشد الشعبي بعد التنفيذ. طيب، ففي من حزب الأمة كلفوا الدكتور شريف التهابي ومعه مكي يوسف المصيبة، لكن الدكتور لسبب ما سافر وكلف مكي يوسف يغطي ده التنسيق بتاع حزب الأمة. بالنسبة للأخوان المسلمين كلفوا الأستاذ عبد الله بدري والأستاذ اللي هو الدكتور حاليا أحمد إبراهيم التراكي، دين المسؤولين عن الأخوان المسلمين. الاتحاديين كتبوا في الأول الصديق الهندي، وأنا مشيت ليه والديته ما عنده خبر. بعدين كلفوا الأستاذ حسن حضر، أهو شخصي أخر ما مذكر. فدين قالوا لي دين لكن كلهم مربوطين بالإذاعة بالبيان الأول، ما بزول عارف حاجة يعني، هم زادوا ما عارفين في غلاب عسكري في بتاع، لكن قطعا ما عارفين أنه في حركة مسلحة بمدنيين. كويس؟ طيب، دي مجموعة. كان عندنا مجموعة تانية من المقاتلين، 500 مقاتل ديل احتياطي موجودين في منطقة سينار، ديل برضو تسربوا من إثيوبيا وموجودين في منطقة سينار على أساس أنه لما الحركة تنفذ ديل يجوا ويتسلق من الداخل ويكونوا دعم للحركة في الداخل. كويس؟ في 200 شخصية الله يرحمهم من الأنصار ديل سربوهم ناس صادق من دارفور هناك من ليبيا إلى مناطق في دارفور منطقة كتابية، لكن تم اعتقاله قبل 6 شهور من الحركة. شكوا فيه ساكن كبضون بيقوا قاعدين في المعتقل كده ما عارفين عنه ديل. بعد انتهاء عملية 2 يوليو 1976 فشل نميري عدمه بدون بينات بدون محاكمات بدون اي حاجة. والمدعي العام في ذلك الوقت اللي هو يوسف ميخائيل بخيت، وده اصوله اثيوبية، وجده ميخائيل بخيت ده كان في المهدية، كان عنده دور مع صريف عبد الله في المهدية وكان كاتب كده. رفض حاكمه، قال انا ما بعمل اي يعني ما بحاكم ناس ما في بينه عليهم. فنيميريا فصل المدعي العام ده، وبعدين بقى ملاحق من نيميري، لكن قام طوالي اعدم ال 250 من العصار، كانوا معتقلين 6 شهور قبل العام. فدي الهمجية بتاعت الأنظمة دي، وكان يجب أن يتحاكموا عليها يعني. طيب، إذا نحن الآن الصورة عندنا اكتملة، عندنا قوات، عندنا سلاح، عندنا قائد عسكري، عندنا مجموعة إسناد مدني، عندنا مجموعة إسناد سياسي يعني واضح، منتظرين لحد ساعة السجن، منتظرين منهم منتظرين جعفر نميري رئيس الجمهورية لا في ليه وشهرين ولا في أمريكا، ما خلى ولاية وزارة في أمريكا. طيب، في ما صدر التعليمات لنا بأن يافي انتو بعد كده تحار هذا منتظر جعفر. في مجموعة تانية ما قلتها، دي مجموعة أخوان المسلمين لهم 30 شعب،
ديل سرقوا الدخان او دخلوا الحدود الاسيويه وجو سكن في اللامات بحاضر. كان عندهم قياده من ثلاثه، واحد اسمه عبد العظيم، واحد اسمه عبد الاله خويلي، وواحد ثالث اسمه حسن. ديل كانوا بيجوا يقابلوني، انا كنت بقابلهم في شنبات جنب مسجد ابو بكر الصديق في شنبات. بيجوا يضيفوا هناك، بيركبوا معايا العربية، بنلف بالعربية، أديهم التعليمات، الغاية داير يقابلهم أو عنده اليوم رسالة وكده، وبنزلهم بيمشوا اللامات بحر أبيض. أبرزهم كان الدكتور غازي صلاح الدين والكرنكي، وكان منهم أعتقد الطيب سيخة، ومنهم عبد الإله خوجلي أخو حسين خوجلي، ومنهم مرغني أخو عثمان مرغني شهيد عثمان مرغني، وده استشهدوا وكده 30 شاب. دي كانت مشاركة الأخوان المسلمين في حركة 2 مليون 76. كان مهمتهم المطار ودار الهاتف، وطبعا معهم قوة إسناد من الأنصار ما براهم يعني في المسألة دي. معظمهم كانوا طلبة الناس دي. طيب دي قوة بتاعت الأخوان المسلمين، القوة الرئيسية بتاعت الأنصار 80 مقاتل، في قوة احتياطية في سينار 500 مقاتل موجودة، في السيد الصادق المهدي والشريف حسين، السيد الصادق المهدي وعثمان خالد مضوي، وكان معهم دكتور عمر نور الدين. دي في الحدود الليبية السودانية، معهم قوة من 300 من الأنصار، ومعهم سلاح تقيل. والفكرة بتاعتهم كانت أول ما يعني تنفتح حفرة السلاح وتبتدي الرحلة للخرطوم، هم يتحركوا من الحدود عشان يحصلوا العمل. باعتبار شنو؟ أنت ما بتقدر تفتح حفرة السلاح إلا إذا حددت ساعة الصفر كده، لأنه يعني بعد طلعت السلاح يعني ما في طريقة كده. طيب طلعت أنا والعميد أحمد نور سعد لغرب اندرمان، جنوب غرب، على فينا حدد لنا جبل كده بيشبه الحدوة. الجبل ده مبدو ظهره لجبل المرخيات وفاتح شمال الجبل، وهو على بعد بالعربية الصغيرة نص ساعة، بالعربية اللوري 45 دقيقة غرب جنوب غرب اندرمان. فحددنا الجبل ده، قال لي يا أخي أنت لما نحن نحدد ساعة الصفر اليوم بتاع ساعة الصفر، أنت تطلع لي المغاتلين لهذا الجبل، وأنا بنجي إحنا بالسلاح من الحفرة لهذا الجبل، يلتقي السلاح بالمغاتلين في الجبل جنوب غرب أم دروان. طيب ده الترتيب بتاع المسألة، بنجي إحنا بالسلاح من الحفرة لهذا الجبل، يلتقي السلاح بالمقاتلين في الجبل جنوب غرب أم دروان. طيب ده الترتيب بتاع المسألة. طيب بدينا اتفقنا على ساعة الصفر، بدينا طلعنا عربية ومعاه مجموعة بتاعت 20 شخصية، عربية كبيرة وعربية صغيرة، عربيتين كبار وعربية صغيرة من اللواري، عشان يمشوا يشوفوا يجيبوا السلاح. وجاته مشكلة، التوباس ده العربات الخفيفة اللواري الأوستن والبيتفورد، لما نطلع اللاستيك بيعمل كده، بيقوم يكسر الهاوزين بتاع المكن، فبيجا ما بنلمش. في عربية فيها الدليل محمد موسى ومجموعة قبضوها وودوها يعني سودري، والعربية الصغيرة لغض النظر الهواوير وكده، فقاموا أجهبوا العملية. فهم رسلنا المساعد المحافظ، كان إبراهيم أحمد عمر، كان أصلا عينوه في سودري، ما مشى كان سلم، مشى أطلق سراح المعتقلين هنا، شفتها؟ لأنه دين عمال ما هو مقاول كده.
ومش هذه ناظر الحوارير اللي ادينا وهدايا وكذا، مش ناظر الحوارير، وده اللي اخذ العربية دي حقتنا وكذا وادلها هدايا. ناظر الحوارير باله مشى لانه احنا مهربين، لاني تطرق بتاعت مهربين. فقام قال خلاص لو داري خمسة طرق تاني بوريكم ليه. ده ناظر الحوارير فك الكروزة اللي عنده. قلنا عملنا محاولة بجندرانات، كان قروشنا خلصت خلاص، بقينا العربات الأواستين والبتفور دي ما بتمشي في الشارع. فقمنا أجرنا جندرانات فيت كالبريسي سايدينا حبش، وقلنا نمشي بالجندرانات دي عشان نقدر نجيب السلاح، ولما نطلع من الشارع بعدين ممكن يعتقلوه الجماعة دي. أول ما مشوا الحبش شافوا الشارع بداية الشارع قالوا لا 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 ما بنكسر عربة الناس في الشارع ما بنمشي. فقام الخبير حسن الفاضل كان رجل ذكي، قام قال للأنصار المجموعة معه انتوا في قهوة هنا تدوروا معي شكلك تقول لي دينا حقنا وما ماشيين وكذا عشان نصهر للناس دي بأنه نحن دي شغلانة بتاعت مقاولين مقاولة وعمال وكذا. فعلا قاموا عملوا التمثيلية عشان يكشفوا العملية ويرجعوا، لأنه سواقين الحبش قالوا ما بنمشي بالعربات دي، بنكسر عربات الناس ما بنمشي بها. ف نتيجة لذلك أجهدوا العملية وراجعين. طيب بعد كده هم رسلنا مندوب كان بيجينا وهو بميت بصير لي خالي زول يعني رجل أعمال، رسلناه لجماعة في لندن وليبيا من يوم الله واجهتنا مشكلة في قلع السلاح. فنحن دايرين قروش نشتري عربات نيسان لاند روفر لواري نيسان لانه تقيل شويه كده. الوقت ده ب 11000 مستعمل حقتنا كده، وادينا هدايا نظر الهوايه باله مشى لانه احنا مهربين، لاني تطرق بتاعت مهربين. فقام قال خلاص لو دايرين خمسه طرق تاني بوريكم ليه. ده نظر الهوايه فك الكروزة اللي عنده. قلنا عملنا محاولة بجندرانات، كان قروشنا خلصت خلاص، بقينا العربات الأواستين والبتفور دي ما بتمشي في الشارع. فقمنا أجرنا جندرانات فيت كالبريسي سايدينا حبش، وقلنا نمشي بالجندرانات دي عشان نقدر نجيب السلاح، ولما نطلع من الشارع بعدين ممكن يعتقلوه الجماعة دي. أول ما مشوا الحبش شافوا الشارع بداية الشارع قالوا لا 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 ما بنكسر عربة الناس في الشارع ما بنمشي. فقام الخبير حسن الفاضل كان رجل ذكي، قام قال للأنصار المجموعة معه انتوا في قهوة هنا تدوروا معي شكلك تقول لي دينا حقنا وما ماشيين وكذا عشان نصهر للناس دي بأنه نحن دي شغلانة بتاعت مقاولين مقاولة وعمال وكذا. فعلا قاموا عملوا التمثيلية عشان يكشفوا العملية ويرجعوا، لأنه سواقين الحبش قالوا ما بنمشي بالعربات دي، بنكسر عربات الناس ما بنمشي بها. نتيجة لذلك أجهدوا العملية وراجعين. طيب بعد كده هم رسلنا مندوب كان بيجينا وهو بميت بصير لي خالي زول يعني رجل أعمال، رسلناه لجماعة في لندن وليبيا من يوم الله واجهتنا مشكلة في قلع السلاح. فنحن دايرين قروش نشتري عربات نيسان لاند روفر لواري نيسان لانه تقيل شويه كده. الوقت ده ب 11000 مستعمل طبعا
فرسلوا لنا جروش اشترينا اثنين ب 22 ألف، لكن قلنا لهم احنا تاني ما بنقدر نخاطر في الطريق ده، انتوا عندكم عربات مرسيدس 22 طن تقيله، عربات بتاعت صحراء كده، انتوا تلاقونا يوم الاثنين في الحفره بعرباتكم دي، وتجيبوا معاكم اسلحه زياده. طلبها محمد نور سعد العميد، طلب مدافع زياده 106 ومدافع 123 زياده، وايضا احنا كنا تناقشنا معاه هل يهجم بلباس مدني ام بلباس عسكري، فهو كان يهد لباس عسكري وتم تفصيله، وهو قام قال لهم لا انا بهجم بلباس مدني، انا عايز مفاجاه. فلما جت ناقشنا معاهم قال لي يا سعاده العميد ما صحيح كلام، انت هتستعبد الجيش فلازم تهجم بلباس بلباس عسكري. قام قال خلاص كلموني جيبوا اللبس العسكري ويجيبوا مدفعيه زياده ويلاقونا يوم الاثنين، باعتبار ساعه الصفر حددناه يوم الخميس 1 يوليو الساعة 8 مساء بالتحديد. فقام قال هذه المرة قال لي أنا ذاتي حأطلع مع الناس دي، وتلاقيني مبارك يوم الخميس بالنهار الصباح تجيب لي المغاثين ده في الجبل ده، وأنا بجيب السلاح بلاقيك في الجبل ده كده يوم الخميس بالنهار. لا كويس، طلع يوم الاحد انا ودعته لغايه بر الخلق، كنت سايق الاندروفر انا، وبعدين نزلت ركبت المواصلات رجعت اندرمان. فحدثت حاجه قبل ما يطلع، انا كنت غيرت مكان السكن، كنت عشان اخر ايام دي عندي خالين بيته في شارع 11 في اللو في شارع 59 في الامارات، كنت وديته هناك، بعدين رحلته من شارع 59 لشارع 11 ايضا. ف في الوقت ده كله هو ما قابل ابوه عمنا سعد، طبعا اسمه محمد نور اسم واحد. ف يوم اللي احنا ماشيين بحري لقينا رجل كبير سايق عجله، فقام قال لي ده ابوي جاي من الجامعه كده ساكن في الشعبيه بحري. فقام قال لي اسمع تمشي تجيب لي ابوي عشان اوابه، قلت له جدا وصف لي البيت، مشيت الشعبيه بحري قلت له عمر سعد يا اخي في كذا الراحة كده طلع معي، كده طلع معي قلت له في ولدك العميد ده داير، مشيت سبته لحد شارع 11 سنيته معه. بعد ما انتهى سبت عمنا سعد وصلت البيت، خلاص ده بالليل هو طالع الصباح، خلاص حددنا ساعة الصفر يوم الخميس، والكلام ده يوم السبت، وهو قال يوم الاحد، والمقابله في الحفره يوم الاثنين، انه هم بالعربات عنده اثنين لاند كروزر ساتشر وعنده لاند روفر وعنده اثنين نيسان، بيصل اذا ما وصلت النيسان بتصل العربات الصغيره، العربات ال 22 طن حتلاقيهم هناك معاها الاسلحه الاضافيه ومعها اللبس الطلبناه. فحتى لو ما وصلت اللواري النيسان حتصل العربات المرسيدس 22 طن، وهو حيصل بالعربات الصغيره ويستخدم العربات المرسيدس في الترحيل. دي كانت الترتيب انه ما في ثاني رجعه يعني من المساله دي. قررت انه اجيب محمد عميد محمد نور من الامارات
يبيت في البلدية معاي عشان بدري الفجر نطلع. فجبته فضحك عليه بالليل، كان متأسف جدا. اللي يا أخي أنا كلمت أبوي قلت لي أنا طالع في عمل وقد لا أشوفك مرة تاني. فعمل بتاع أنصار وعمل وطني، وأنا دار العفو العفو بيبي. لاحظ هو ولد الوحيد. فقال لي يا أخي أبوي، قال لي يا ابني منوح، هذا التحديدات شهادة أصحابي بسبعين شياكة، أمشي الله يوفقك. قال لي جيت أتعيده، قال لي لسه أجيبي إيده كده عشان ما أضعف. قال لي ثبتني بهيده كده أنه ما أجلد. شوف قوة هذا الرجل اللي كان في السن السبعين على عرف الستينات والسبعينات من عمره، وإيمان بعقيدة الأنصارية والوطنية. هذا طلع محمد نور ومشوا ضد السلاح. وأنا يوم الخميس قمت بواجبي معايا مساعد المحافظ إبراهيم محمد عمر النيدي في طلوع الناس للجبل. طلعناهم من وين؟ من الزريبة في الدوبان، ناس منظمين الأنصار دي كله 10 ينتظرونا واقفين، اللوري بيجي ماري بنطوا في اللوري، طوال بيطلع اللوري بيمشي الجبل عارفين الطريق دي كلها رتبناها مسألة الطريق كده والدولة اللي عندنا كده في المسألة دي. فبيمشوا كلهم بيمشوا الجبل، أنا قاعد لابس لي جلابية، بتذكر جلابية لونها سمني كده لزرايب، ولابس لي شبشب، وقاعد في ظل بتاع حيطة قريب من الزريبة هناك في المنطقة الصناعية. وبيجوا بدوني تقارير وشايف من الحركة. أنا قاعد هناك يعني واحد من ناسنا الله يرحمه هو من الشهداء أعدم أيضا، كان اللغب بتاعه سكرتير. فجأني كان عنده تاكسي فيديو وتبيعه حقها. فجأني قال لي يا أخي اسمع، أنا مشيت لمرهد نظيف الله هاي شغل في السقف المرمان، قال لي مشيت لي ولقيت ناس الأمن متعطيهم. قلت له خلاص أنت أشتوك تاني هذا الشيء جيب لنا الأمنية، أنا ما تشريكم خلاص بعد كده وقف عقليتك نيني مفتاح أمشي أركب بها الجامعة. ففعلا خلصنا زي الساعة واحدة، طلعنا كل 800 بالنسبة لمجموعة الأخوان المسلمين. محمد نور سعد كان عنده العميد عنده يعني هاجس بتاع سريه، وكان عنده يعني اعتقاد لأن حركة الأخوان المسلمين دي حركة دولية بتمرر المعلومة لبعض بحسن نية، يعني ما كان عنده ضد حاجة، فهو حريص جدا على السرية. فقام قال لي يا أخي أسمع، أنت الجماعة دي التواعد الثلاثة وتجيبوا لي الضوار تطلعون الجبل، ما يكلموا ناس في لما بعد تواعدهم يجوا طوال تطلعهم ما بيقدروا يبيعوا طبعا هاي للسرية. فوعدتهم وطلعتهم مع الجماعة كويس. فالساعة واحدة أنا خلصت فسبت التاكسي البي ومشيت البيت، ومشيت من العفر بتاع التراب والبتاع ده من الساعة
6 صباحا، خدت لي حمام وقلت لي لقمه، طلعت معايا شقيقه فاضل عبد الله المهدي تعفي ركبه المواصلات، ومعايا اخونا ولد عمنا مهدي ابراهيم عباري كان في لجنه الطعام. انا سيدي ابونا انه كان عندنا لجنه مسؤوله من الغذاء. اللجنه دي كان فيها سيدات، فيها السيده ابن عكاشه زوجه سيدنا الفاضي، وفيها السيده زينب عبد الله الفاضي شقيقتي وزوجه الاخ مهدي، وفيها شقيقنا الصديق عبد الله الفاضي المهدي للمسؤولين من الغذاء، وفروا الصفائح الطحنيه والجبنه والعيش والحاجات دي. بعدين زينب وامال خيطوا الاعلام، الاشاره بتاعت المرور بتاعتها كان على السودان القديم، فجبنا لهم الاقمشه في البيت خيطوا على السودان القديم كميه عشان نديهم للمعاتل متحرك كده او من بعيد يرفع العلم، بعدين لما يصلك دي كلمه السر كده في النهايه. فانا جيت سكر معي مشينا الجبل، صرنا العصريه كده الجبل للساعه 4. فانا في الطريق سمعت انه في الاخبار انه جعفر النمير واصل الصباح، وفضل الصدف دي يعني انه واصل الصباح. فقمت مشيت للعميد اعمل له سعد، لقيت مستغرب في الاجتماعات، فقام قال لي اولا انا عجلت غيرت ساعه الصبح من 8 مساء الخميس للفجر 4 صباحا او 5 صباحا الجمعه 2 يوم، لانه انا ما خلصت من ترتيباتي مع اخواننا الانصار دي قادة السرايا. ده واحد. اثنين، قمت قلت لي يا اخي طيب انا عندي معك موضوعين. الموضوع الاول انا سمعت جعفر ديما هو جاي، فلازم المجموعه بتاعت المطار ده تمشي ابكر، لانه الناس الموجودين في اللامه الله يحرمنا. قام قال لي يا اخي الناس دي بعدين بيقوموا بيمشوا يهجموا ابكر مننا، وبينبهوا الناس دي وبيجهضوا لنا السريه. هاي قلت لي يا اخي اغنعته كده وحنس قلت لي خلينا نمشي معهم، واصلوا ماشيين معانا مجموعه من الانصار. قال لي خلاص امشي مع ديهم ليه؟ عشان ديهم التعليمات. شوف الغدر، انا مشيت 800 المنتشرين في الجبل، ها ومنتشرين كانوا يعني طولوا من بعض حضروا في السلاح كده، وكان منظر مهيب جدا. فمشيت فتشت الجماعة دي، والله العظيم أنا يمكن ساعتين فتش عليهم ملقيت، وكوركت في الجبل ده، مشيت الجبل ده كله ملقيت، اختفوا وين ما عارفوا ثلاثة دي. فجيت قلت لي خلنا نلقيتوا، قال لي خلاص أحسن. أصلي المرض أن إحنا ماشيين المطار وماشيين بيته في الغيادة وماشيين الغيادة ماشي كل المناطق، يعني يجي يطير ما تشتغل به وياه كده. فالنقطه الثانيه معاه مجموعه الاستاد بتاعت مرغني ضيف الله، قلت له يا اخي انت واحد اللي ناس مرغني قال لهم يوم الخميس بعد المغرب تعمل لكم جنازه وهميه وتجوا مغادر الحمداني، انتوا السبعين وعلى بدي داخل بسوقكم معي. في الموضوع ده اتناقشت انا وهم مرغني، انا كنت قلت له يا سعاده العريض الفتره بتاعت الجنازه دي صغيره، لو انت تاخرت ما بيقدر يقعد في المطار اكثر من ساعتين ما بيقدر يقعد. قام اصر على رايه. طيب هسه هو قام حول الفكره أولا من الساعة 8 لبكرة، فبقى الجماعة دي لازم نختاره.
وما غادي يضل الاب يساكيه. طيب في جبهه ثانيه هو تفادى في لاسلكي جهاز لاسلكي في الحفره بتاعت السلاح. كان اتفاقه مع ناصر الصادق وشريف ان هو لما يفتح الحفره يتكلم معه باللاسلكي يقول لهم خلاص يعني احنا ماشيين من دمار. هم يبتدوا يتحركوا عشان المسافه. هو قام ما بيستعمل اللاسلكي برضه السريه قال لي يا اخي يقوموا يلقطوا الاشاره دي. والزمن ذاك المصريين محافين النيميري دفاع مشترك قال لي يقوموا يضربون الطيارات اللي فوق قبل ما نصل. فابي يستعمل اللاسلكي. طيب ناصر صادق كان برضه أذكياء قاموا لما رسلوا المرسيدسات 22 طن فيها الأسلحة جمعها بالمناسبة الأستاذ إبراهيم السنوسي وجمعها الدكتور الصادق أبو نفيسة من حزب الأمة وجمعها الأستاذ أحمد سعد عمر ديكو في العربات دي. السعد عمر كان أخو مسلم وبعدين انضم للشريف. طيب قام هو رفض استعمل اللاسلكي. طيب العربات دي واحدة فيهم حقت واحد ليبي فزاني أسود اسمه يونس هما قاعدين يأجروا عربيته دي عربية حقتهم وعربية مأجرين لها من يونس ده نفس الشعارات 22 طن فيها اللسات دي يمكن 20 لستك وده عربية بس دبار كده. فأخذهم كان التقدير بتاعنا السيد صادق انه لما نصل الحفره يونس حيرجع الليبي فلما يرجع بيعرفوا انه الجماعه اتحرك. فهو محمد السعد قام مسك يونس قال له تمشي معنا جوا الجبل. فجاء يونس الجبل لما قال لي يا اخي اول شيء يونس ده شوف له حته تتاوي فيها لانه يونس طبعا مخالف الانصار دي في الكفر وكده. قال والله اللي كاتب مع اخواني وجا هنا قال والله يا ابو هنا بكاتب معهم. فقام لي هذول الغب ده دي شيله مني ها شوف لي محل في مدرمان وديه يقعد فيه كده فاهم وشوف اللي فضل لو بتقدر تلين فيه تعدي لي المعلومات كده. خلاص انا ما جيت اولاد الاخوان ليل عشان نسوبه من المطار بدل ولاقيني الساعة 2:30 في الردمية بتاعت ومبدع قلت لك كويس سوبت الاندروبر بتاعه غاب براي شلت لي كلاشينكوف وركبت سوبت معايا يونس الليبي ومعاه الدليل عمنا موسى عبد الرحمن الخير من أهل الليدو الله يديه الصحة العافية موجودة الآن في المرحلة يعني المرحلة أنا قبل يومين سلام واحد من أخواني. طيب سوقته منا دخلت له المدرمان المدرمان كانت عراس و عندها أي خبر المسألة. فنشيت وديته بيت الإمام الهادي فرنباوي عندهم بوضة في السطوع معهم عربي جهادهم وسلاح ومدير قعدتهم هنا. مشيت لمرغلي في الموردة عشان أشوفه ساكن في الموردة لكنه كنت حزن أنا عارف مرغلي ده مطار. فجيت وقفت قدام البيت لقيت البيت مضلم فلما الساعة 9 يعني قمت عملت دوست بنزين كده كم مرة قلت مرعي هذا موجود من خط اعطان من هذا ما جاني زور معي قمت بشيء كان حزري في محله لأنه اتضح انه ناس الأمن كانوا موجودين منتظرين مرغني مرغني حاول انه للخطوم من الدربان اني في الخطوم ده موقف عربيته في شارع الجمهورية وعرض برجلينه ريكبليتكس افتح عرب برجلين وريكبليتكس فما كان موجود. طيب
مشينا بعد، لا مشيت الساعة 2:30، طلعت بتاع عمان ده التظاهر من نص ساعة، قال لي يا جماعة دي كلهم تجوا كونفوي، اتصلوا رقمية المبدأ بعدين ندي التعليمات بتاعت التحرر، لأنه هو كان همه في المسألة دي أنه الضربة تكون واحد في وقت سيدنا وفي شجرة، الفريق ليلات 15 دقايق عشان الطرف الثاني ما يستعيد. فبدا الكونفوي يصل عربات صغيره بدري يعني الساعه 3:30 بدات تصل العربات الكبيره اللي واري، لانه في رمل وكده كان بيتوحد بيتحركوا بدات تصل كلهم وصلوا زي الساعه 4 كلهم وصلوا ما عدا 3 لواري شايل سريه المدرعة بالرياضة الأنصاري محمد عبد المنعم وراح حمامات قريبة قبل الحرب، فما جات، فظلينا منتظرين، بدأ النهار يطلع فيلم جو ناس رملة وجو ناس اللبن، طبعا احتجزناهم مستغلين بعين في الناس المدنيين، طبعا الجماعة ما جابوا اللبس، قالوا والله اللبس ده مدفون بعيد والوقت اللي اديتونا له ما كافي عشان احنا نمشي نبلغه نجيبه معانا، فما جابوا اللبس العسكري، الناس كانت لابسه مدني، الجماعة فين عنزر لابس مدني، فبينما نحن منتظرين طلع بده يطلع الصباح شاهدنا العربات الثلاثة اللواري الثلاثة سلك الطريق لفوق وماشي نحو مدرمان، شفتها خالفت التعليمات، هنا طوالي محمد نوسع أصدر الأوامر، العميد أصدر الأوامر للتحرك، وهذا سيدنا تحرك، القيادة العامة تحرك كذا تحرك كذا تحرك، بينما باقينا انا كنت في الاول معاه الاحتياطي معاه، بينما باقينا واقف سمعت الضربه بتاعت الشجر. شفتها؟ طيب هنا في نقطه مهمه جدا متعلقه بضربه الشجر وجعفر نمير. طيب جعفر نمير وصل الصراحه لحسن حظه الطياره ربنا اداها أداها هواء خلفي تيل وين يسمونه، ها وصلت قبل مواعيده بساعة، أولاد الأخوان شالوا السلاح ومشوا لما بحرية شالوا في المطار، وهو كان قاعد في المطار بيتونس، كان معاه أحمد مختار حمدو مدير اليونسكو ومعاه سفير السودان في باريس بشير البكري النحاس، جو معاه في الطياره ومعاه وزراء قاعد يتونس في غرفه كبار الزوار ومعاه حسين. الضربه بتاعت المدرعات نبهت العميد محمد منور من الاستخبارات العسكريه، جاءوا في المطار وسوسوا في اذان وطلع نميري معاه، طلع سكيتي ما قال له خلى حسينة وخلى الوزراء وخلى يزول، طلع ركب مع محمد منور، شفتها اتضح لنا فيما بعد انه مشى يدس في بيت التاجر بشير نميري شقيق علي نميري اللي هو علي نميري بيته في نمرة 2، مش يدس معه ولم يقود المواجهة، قاد اللي هو البارد نايب الغايدة نايب الأوس نمير مش الدسة، فالضربة بتاعت الشجرة ها
أدت إلى نميري أنقذ حاجتين: وصول الطائرة ساعة مبكر قبل وصول القوة إلى المطار بسبب قوة الدفع بتاعت الهواء خلف الطيارة تيرمي، وبسبب الضربة المبكرة بتاعت الشجرة العميد محمد المنور جاء أنقذ. من مصر القوة المطار وجدت أحمد مختار حمبو، وجدت بشير البكري وباقي الناس، والوزراء بدوا يصلوا طيب، كل واحد بدأ يهرب بطريقته وكده، فجوا استلموا المطار، لكن أمريكا طلع من المطار كويس. شاهد الأقدار العميد محمد يحيى منور اللي أنقذ نميري ومان، لأنه هو جاب دبابة على القيادة العامة، الغوة بتاعتنا ضربته بأر بي مي نسفته، فأنقذ نميري ومان العميد محمد منور. طيب دي أول يعني سيت باك، أول يعني مشكلة حصل في الحركة أنه نميري هرب من الاعتقال كده. طيب المشكلة الثانية كانت شنو بالنسبة لينا؟ الحركة الأمن السوداني لم يعرف عنها أي شيء، ولا شيء واحد ولا شعر، ودي كان نجاح من قطع النظير. أنا كنت أجيب 800 شخص وقائي وسلاح وتعمل كل العمل ده، والأمن ما يكون عنده ولا 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 ذرة معلومة. يعني دي كانت عملية مش سهلة. طيب حصل شنو؟ حصل اختراق في مجموعة الإصناع المدني بتاعت الحزب السبعين، في واحد اسمه النايب من النايب، الراجل ده قام خاف، هو سايق من الناس اللي جندوا برا على الضيفون، وهو المشي بلغ على برنامج، لأنه هو كان عنده بيت فاضي في الثورة، وعندنا كادرين اثنين كان هربوا من السجن في 5 سبتمبر، أخونا محمود البشر وأخونا منصور الجماعي، محمود البشر الله يرحمه، وأخونا منصور الجماعي موجودة على الله يبيه والصحة والعمر. فديل قابوا جونا بالحدود السعودية، قالوا والله الناس دي يساعدوا في الإسناد السياسي، فجبنا لهم كادر من مجموعة السبعين، مجموعة الإسناد اسمه حامد النايب، هو سايق. حامد النايب ده يوم الخميس خاف، هو ما عنده معلومة غير أنه الحزب عنده حركة سياسية ويتلاقوا في المغارب، ما عنده معلومة، وعنه المسؤول منه مرة نضيف الله. شاف شنو محمود البشر أبو سيدة ومنصور الجماعي كانوا مسكنينه في بيت بتاعه في الثورة فاضي، فجابوا له هو الدبلان عشان يكتبوا ليفة للعملية السياسية. فهو خاف يوم الخميس ومش بلغ، لما بلغ مش سكوا مرغني ضيف الله، مرغني ما قبضوا. مرغني ضيف الله كان نائبه قائد ثاني اللي هو عبد اللطيف الجماعي رحمه الله، توفى قبل شهرين. ايه سبعين باب الحي. فقام مشى لعبد اللطيف الجماعي اداه كل الملف الموجود فيه اسماء السبعين، موجود فيه اسماء الوزراء والمسؤولين اللي حيتم اعتقالهم، موجود فيه كروكيات البيوت بتاعت الوزراء
والمسؤولين موجود فيه كل المعلومات هيكون بها مجموعة الإسناد. وقال له يا طلبيب يا أخي أنا الأمن ساكيني أنا بعدين أنا بحاول أزوغ منهم بعدين من ثلاثة في المغرب لأنه لو كنت أكون ما عنده خبرا والموضوع يتغير. فأداه الملف حامل النايل لما الأمني ما قدر يقبض مرغني قام جابوا اللي بيت عبد اللطيف باعتبار عبد اللطيف الجماعي ممكن مرغن يكون معه وعارف العلاقة لكن ما عارف طبعا هم دلائل عبد اللطيف لما يشاف ناس الأمن هو جرى داير يرمي الملف ده في الطبخان في البير بتاع السيفون قبل الملف طبعا قبل الملف اللي فيه الكروبيات والاسماء وكده قاموا اجتمعوا حسب معلوماتنا فيما بعد اجتمعوا قالوا ده انقلاع قالوا نعمل استعداد في الجيش قالوا لو عملنا استعداد في الجيش هنساعده لانه ده انقلاع عسكري نخلي نعمل استعداد في قوة مكافحة الانقلابات عندهم قوة بتاعت مكافحة الانقلابات للتمويه كان يقود قائد سلاح المسيرة ونحن المعلومات دي كانت عندنا وفروها لنا الضباط اللي كانوا مشاركين في العملية. طيب فقاموا مشوا داعموا يوم الخميس بيت في بتاع الناظر عمر إدريس هبالي في الدير بيجوا فيه الشباب دير فقبضوا عدد منهم من الشباب لكن المهم عرفوا اسماء السبعين فبدوا يلقطوا في السبعين. فإذن المجموعة بتاعت الإسناد أو المجموعة قرشقة مجموعة الإسناد المدني المنوط بها اعتقال المسؤولين وتأمين مداخل العاصمة بقد ما موجودة. المشكلة الثانية حصلت نميري هرب بسبب ضربة الشجرة قبل المواعيد وتنبيه محمد يحيى العبيد محمد يحيى المنور له خرج من المطار واتسع فنميري فلت من الاعتقال ومجموعات المسؤولين فلتت من الاعتقال بسبب الضربة حصلت لمجموعة الإسناد السبعين المدنية. لكن العملية العسكرية مشت في خطة ما بدون أي مشكلة يعني إزاعة دي تم استلامه في 5 دقائق فما كان في أي مغاوم. القيادة العامة وادي سيدنا الشجرة غير يعني الخطة بتاعت شلل معسكرات الجيش تمت بنجاح. مفتاح الخطة دي تمت بنجاح. طيب مشكلة بيت في شنو؟ في الإذاعة. إحنا محضرين مهندس لكن للسرية ما بلغين. لما مشى إبراهيم أحمد عمر أبو جدي يجيبه لقاه طلعوا مأمورين يوم الخميس للجزيرة كده. فلسوء الحظ لما إحنا استلمنا الإذاعة كان المذيعين والمهندسين في العربية نازلين مع الضربة كلهم هربوا ما في زول مشى بيته مشينا له في بيوتهم كلهم ميتين. وطبعا احنا ممكن نعمل حياة قبيحة بأنه مثلا نمسك مرابزول ولا نمسك أولاده ونقول له جيب لنا المهندس وكده يعني نعمل عمليات زي كده ممكن نعمل يعني أنه نمسك أسرته نمسك كده فاضطروا يقوموا يجيبوه يعني. فالإذاعة ما اشتغلت نميري معتقل المسؤولين معتقل. المشكلة الثانية بجد يعني الحركة السياسية ما دخلت والحق والقوات المسلحة ما دخلت لأن كلهم مربوطين بالإذاعة. الاحتياطي تاع سنان ما جاء كويس
ان كل الروافد بتاعت العمليه المربوطه بالاذاعه النتيجه السريه ما تم. مع ان كل ده في اذاعه يعني احنا في النهايه انا هو ما عملوش ساعات اتخذنا من الاذاعه مغرب كنا قاعدين في الاذاعه يعني لغايه ما تم الانسحاب اليومين كنا قاعدين في الاذاعه ما كان في اي هجوم على الاذاعه ولا اي حاجه لغايه ما طلعنا وفجرنا الدبابات وفجرنا ما في اي هجوم كان على الاذاعه كده. طيب المرة اللي فضلها جانا في الاذاعه قدر نجي من الاعتقال لكن مجموعته انضربت كويس. طيب المسرح هناك لا صيصلي ديك لما الاذاعه قطعت اتحرك معاهم السلاح التجيش جماعه دي يعني عرفنا فيما بعد انه التفكير كان انه لو حصل اي خلل القوات تحتل بمناطق الجامعة في الخرطوم وبمناطق في اندرمان الى ان تصل القوات الاضافية وكان حكوم معركة كبيرة يعني. طيب واحدة من مشاكل الحركة كانت الواجهتنا الوكي توكي لاسيشتم الجاوب القوة بالليبيا كان مدفون جابوا نوع قديم النوع بتاع الحرب العالمية الثانية ذاك بتاع التلفون الأسود هاي ده واشتغل فبقت قواتنا ما في بينات التواصل إلا بالعربية. طبعا حصلت معركة قدام سلاح المهندسين والسلاح الطبي ولأنه كان لقينا استعداد ولقينا مدفع بيضرب على الشارع فالناس التحموا معاها وضربوا مدفع ودخل محمد نور سعد لسلاح المهندسين والسلاح الطبي والتهب الضباط وطمنوا انهم يعني حركه وطنيه ونحن كده وكلهم امنوا على الوضع كده. في الوقت ده قال لنا اخذوا ساتر لما بدات المعركه دي انا اخذت ساتر في تحت الخور اللي تحت مجلس الولايات كده معي عدد من المواجهين حصلت مفاجأة في الوقت ذات الغصارة معي ما عارف اني طبعا عندنا الفكرة فواحد فيهم ادرك انه ده فلان الفلاني ده ودن معانا شايل السلاح ومعانا هنا بيقاتل معانا فتأسف شديد فقام قلع الحجابات بتاعته ولبسني لها شفتها الحجابات دي معاي لغاية الآن إن شاء الله ما يكون الدعامة سنواء من البيت لأنه نحتفظ بها كهدية يعني هدية قيمة زول يقلع حجاباته في نص المعركة ويديك لها فإذا موضوع الاتصالات بين القوات دي كانت مشكلة في الهيئة دي. نميري فلت من الاعتقال المسؤولين فلتوا من الاعتقال الإذاعة ما اشتغلت ما دخل العامل السياسي الشعبي وما دخل القوات المساندة من القوات المسلحة دي الخلل حصل لكن العملية نجحت عملية يعني سيطرت على الوضع أقل شيء 48 ساعة 72 ساعة الإذاعة دي لغاية ما افطلعنا منها برارة منذ ما دي في يدنا 100% يعني طلعنا منها برارة. طيب حصل نغاش القائد المسك الإذاعة المنطقة بتاعت منذ ما دي عمنا عبد الله عربي رجل ما يعني ما قعد دقيقة كان هو في خمسينات من أبين يعني فده نغاش ومن دوب سعب أنه قال أنه يعدل الخرطوم
حاول يجيبنا على القوات المريدة في الخرطوم لأنه الاتصال في الوقت ده بدأت هجوم يجينا من جبل أوليا. حركت دبابات من جبل أوليا وبدأ ازدحام في المنطقة بتاع كوبري مدرمان الجديد كده مع ماسنا كده. لكن ناس كانوا لسه مسيطرين على المنطقة وما قدرت القوات تدخل على مدرمان. لكن كان في اشتباك في المنطقة بتاعت الكوبري. فبعد ذلك حصل نغاش. فمحمد موسى عبدهم قال لهم العميد قال لهم انت تتكسوا في صوب مدرمان وانا اوش مدرمان اجمع قواتي الخرطوم. فقام سألوه قالوا له يا سعد تجيبه يا سعد العميد ايه هناكل نشب كده. قام قال لهم انت في السوق قوارينا امشي حجزوا حجزوا لنا ليشو ده نموت ولا نمشي فحسن ان نرجع معاهم. شنو معاهم؟ المرسيدس 22 طن. فغررنا يوم السبت نخلي الجزاء ومن نص ساعة قال عايز يعدي حضرنا له مركب يعدي الخرطوم ودمرنا الأسلحة الموجودة في الجزاء كده وغررت الغوة أنها تنسحب إلى ليبيا بقيادة عمنا عبد الله عرب فمعاها الأسلحة التجهيدة ومعاها بين طيب أنا بعد ذلك لقيت ربي الأثر أن شيخ من الباري عندي لك يوني سجيد وعندي عمل موسى مرحبان الخير ومجد بطلوع يا باكم في الغوات السحر في قتلة وإنتو يا يونس يا عمد موسى المرسيدس بتاعك في الجبل واقف امشي السوق المرسيدس وتطلع طوال طول على دي لانه لو قبض يونس ده دليل بتاع مشاركه ليبيا مع انه هو جاك فرد يعني لكن ده ما دليل دامن كده في قصه لو قال ايه نمشي بشنو طب في بوكس بتاع إزاعة يا أبو نصر الدين الإمام أنا هذه بوكس بتاع هايلوس أنت اديته المفتاح طب أنا سيبته أمشي بالبوكس ده أنت يا موسى بتعرف الطريق سوبر عربية وبيتفارقتهم كده وفارقت العميد محمد موسى سعد فارقنا أخلينا الإزاعة والنطقة بتاع المدرمان دي القوات اللي اتسحبت وأنا بعد ذاك اختفيت في مدرمان بعد اليوم بعد طلعت على الخرطوم مساء السبت فلقيت فاضل اخوي قال لي يا اخي انت في زول شافر كده خلاص بدا وقت انسحبت بدا الطرف الثاني يدخل كده فنمت قلت لي يا اخي تعمل لنا عربيه كده واقفه من اليوم ابص تلاقي العربيه جاوي قال لي تمشي شيء من دون أبشر مش من هو بعد شوية التحديدات بتطلع الناس كده فجينا على الأخ نصر الدين الهادي المغمد هادي المهدي وطلعنا طوالي على النيل الأبيض من النيل الأبيض طلعنا عن الجضارف ومن الجضارف اشتكينا بالأنصار هناك في جنوب الجضارف ومشينا معاهم كالداري من قبل دوكا لغاية ما وصلنا الحدود جينا في حتة اسمها غريتانا ركبنا الجبال ووصلونا الحدود هناك وفي الطريق التقينا عدد من المقاتلين المساحبين فأنا طلعت أنا معاي جمال طلعنا على أثيوبيا طبعا أنا عرفوني بعد أسبوعين لأنه أنا كنت حريص على السرية طبعا حكمونا بعد ذاك حكمونا بالسجن المؤبد وصادر ممتلكاتي انا وفاضل نفوين كده وسرندين وحاكمنا سيد صادق بالاعدام سيد صادق وشيء سيد طيب هناك في قصه متعلقه بعيون نور الدين
هو نور الدين تم معنا السيد صادق. فالشريف حصل له حادث في منطقة الكفرة، فقال لي طريق يعتقد مع الشريف. كان زعلان جدا لأنه كان عايز يخش السودان وهو كان قاعد برا من سنة 69. ناس السيد صادق دخل وفي النص بعد ما غرقوا لأم درمان سمعوا عودة نظام ليبيا إذاعة لندن وعنده قواتنا سحب. فتفاكروا أنه يمشوا ولا يرجعوا، في نائب أبوه أنه يرجعوا رجعوا ليبيا كده. طيب أنا فارقت من النساء وطلعت على سيوبيا كده، القوات انسحبت رجعت ليبيا ورجعوا بالسلامة. عمنا عبد الله عربي والقوات اللي معه رجعت بالسلامة، ومش مساووا النيسانات لقوا النيسانات واقفة فيها مشحونة بصل، شابوا البصل وشابوا القصص دي كلها ومشوا. طيب بعدك عند دي العملية العسكرية تمت بهذا النجاح وكده، مشاكل زي ما قلنا حصلت، الإذاعة أوقفت التحرك المدني السياسي والملحق العسكري من الجيش السوداني بالقصة. وحد هنا قضية الإذاعة نميري، الضربة بتاعت المدرعات أدت إلى تنبيه نميري العميد محمد المنور، وهرب نميري ويدسع في نمرة 2. دي الملابسات اللي أدت إلى فشل عملية استلام السلطة، نسميها فشل عملية استلام السلطة، لأن العملية جابت نجاحات سياسية بعدها. نميري اضطر هي من مصالحه الوطنية، وهي كانت بمسابقة رد اعتبار للأنصار على ضربة الجزيرة أبو النبالي ومقتل الإمام الحاجي، أنه نحن ضربنا ردين الصعصعين يا جعفر نميري وجينا في عقل دارك ونحن مدنيين واستطعنا أن نرد الصعصعين. فالعملية دي نبهت جعفر نميري أنه لازم يعمل تسوية، فدخل في عملية المصالحة الوطنية اللي تمت في سبتمبر 77، وحاول ما يمشي فيها 100%، لكن المصالحة الوطنية أدت إلى إعادة تكوين النقابات وإلى إعادة العافية لإسر الأمة والأحزاب، ودي مهدت لنجاح انتفاضة أبريل 85 اللي هي إحنا قبل كنا متغلين سنتين من سبتمبر 83، لأنه عرضنا قوانين سبتمبر كل قيادة حزب الأمة بقيادة السيد الصادق المهدي وشخصي دكتور عمر نور الدائر وكل القيادات، قعدنا سنتين في السجن 84 ديسمبر 84، وتمت الانتفاضة في 6 أبريل 85. الانتفاضة واحدة من الأسباب اللي نجحتها مصالحة 77 وحركة 2 يوليو، لأن كل المفصولين من الخدمة وكانوا في السجون تم إطلاق سراحهم وإعادتهم لأعمالهم، ورجعوا عملوا انتخابات نقابية ورجعوا للنقابات من جديد. فلما عملوا الإضراب العام والعصيان المدني نجح 100%، وأدى الجيش فإذا عملية 2 يوليو 76 جابت أكلها في 77 وفي 85، وأدت إلى تغيير النظام. طيب في شمشر حصل، يقول لك يا أخي عملية فشلت لأنه اللواري جابوا لواري بايزة، واللواري دين الناس اللي بيرفعوا الكلام من بيوت البيت، يعني أنا سنور مزور بالفحلية وقصة من بيت البيت وما أعرف أي حاجة. آخر واحد شو واحد سمح جيب عروة، هو كان ببيع تياب في سوق الطرابلس، ما يقول لا هم من الإسلاميين، ليه كانت تياب في سوق طرابلس عنده محل صغير بتاع تياب غريب ده مش طلع، وقال اللواري مبارك أكل بروش اللواري وحصل عشان كده العملية ما عارف حاجة. وقضية اللواري دي مرتبطة بالمحاولة الأولى بتاعت قلع السلاح عن التوباس، العربات اللواري الخفيفة دي بتكسر
بعد ذلك سيبناها وجبنا النيسان وجبنا المرسيدس 22 كده. اللوالي دي مهمتها تنقل الناس من الدرمان للجبل ومن الجبل للمعسكرات الجيش. وده تم نقلته لواد سيدنا والشجرة والقيادة العامة وكده. في نقطة تانية مهمة جدا جدا حصلت، ودي أنا ما كنت على علم بها في ذلك الوقت، اللي هي الاتفاق بين السيد صادق ومحمد موسى على أن قائد ثاني هو سعد بحر. ويمكن لو رفضت كان التاريخ يتغير. سعد بحر كان في السجن في كوبا ومعاه أطقم كاملة بتاع الدبابات كده معتقل، غير السياسيين الترابي وغيرهم كده كله كانوا معتقلين. طيب محمد موسى سعد في خطته تفادى الخرطوم بحري وتفادى سجن كوبا، وده يقضي في النهاية عرفتها للخلاف بينه وبين سعد بحر. هو ما كان عايز سعد بحر يطلع، لو كان طلع سعد بحر والقضم كان ساعده في دعم المسألة العسكرية، لأنه واحدة برضو من الأخطاء اللي نفذت في التدريب وكان مسؤول منها شريف حسين الهندي هو تدريب المجموعة بتاعت الأنصار على تشغيل الدبابات دي 55. اطرح أنه التدريب بتاعه ما كان كافي، فشدوروا الدبابات لكن ما قدروا يشغلوا المدفعيه كده. فدي كان العمل الشهاده بانه التدريب اكتمل كان شريف حسين كده، لانه كان في تمويه من ضمن التمويه انه صادق المهدي يقعد في اوكسفورد يقول قاعد يدرس، ودكتور عمر الولدايم يقعد في طرابلس يقول قاعد يتونس على باب كرنور، وشريف حسين لانه طبيعه طريقته كان ما بيصعب كان يختفي دائما. أنا كنت يا شريف تتابع شغل الماشي في مع التدريب وغيره، لأن كنت أصلا متصل للناس ونجتمع تدين نعرف المعلومات، لكن إحنا ما نصهر لأننا يعني موجودين في ليبيا ولا عندنا علاقة بال، ده كان جزء من التمويه. فدي واحدة من المشاكل، أيضا عدم التدريب الكافي على الدبابات رغم أنه استلموا اللي هو الأول واللي هو الثاني، ما طلع منهم إلا دبابتين ثلاثة كده. المشكلة الثانية اللاسلكي الووكي توكي كان غير ملائم لربط القوات. المشكلة الرئيسية كانت الإذاعة والربط بالسرية. المشكلة الرابعة مجموعة الإسناد والاختراق اللي حصل فيها وعدم اعتقال للناس. المشكلة الأخرى الكبرى عدم اعتقال نميري رأس النظام، لأنه ربنا أداه جابوا ساعة مقدمة في المسألة دي، فكلها يعني قضايا ربانية. طيب نجي لقصة موسى. أنا بعد ما رجعت طلعت أثيوبيا ومشيت لندن وبعدين مشيت ليبيا، سألوني من يونس الليبي، وين يونس الليبي؟ هذا بيسألوا مين؟ يا طلعوا يسوي الليبي ده؟ أنا طلعته وقلت لي مش سوق عربيته وفرت يكون وصل، قالوا لا عربيته وصلت وهو ما وصل. كيف عربيته وصلت ما وصل؟ قال والله ناس عبد الله عربي هم طالعين من الإذاعة من الدرمان، قال والله عربيته يونس ما بنخليها، مشوا دوروها سألوها معهم. بعد 6 شهور ظهر يونس في ليبيا، هو معانا عمل موسى عبد الرحمن الخير يضحكوا، ها مالكم وين انتوا؟ قالوا ان احنا ما مشينا الجبل 100 كيلو العربية. وجينا لاقيين من دلوقتي وقبضونا ودونا سلاح المهندسين يحذروا معانا، فاتفقنا انه يونس اطرش وقتكم، لانه لو يتكلم هيقول طوالي شين داير، هيتكلم ليبي طوالي كده، لكن شكله اسود طبعا افريقي. فاتفقوا هو موسى انت يا زول الراعي بتاعي وانت اطرش واكثر، فقدر ما اخذته وضربوا لي الحديد في اضانه ويعملوا لي حركات، طلع زول ذكي جدا
مثل دور أطرش وأكم تمثيل 100%. لغاية ما موسى عنده واحد قريبه في الاتحاد الاشتراكي لقاه يفكه من الناس الاستخبارات هو ويونس، قاموا اشتروا لهم جمال وطلعوا بالجمال قبل ميدون عن بالحة. ومن هنا غبوا الأتر وجوا ليبيا بالجمال، قطعوا المسافة دي منهم درمان لغاية ليبيا بالجمال، وجي يضحك قاله يعني قاله يونس الليبي بعد 6 شهور وصل لأهله وجي لقى عربيته واقفة في المعسكر. طبعا الغزافي الموضوع ده هزي جدا، الأنصار دي مشوا ضربوا درمان واستلموا الإذاعة واستلموا البلد وجوني راجعين كده. أنا داري أشوف الناس إيش، فقام رص الطيارة يا عمنا عبد الله عربي ومجموعة كده لاقوا سألوا حكوا له عمنا عبد الله عربي شايل معه مفتاح الإذاعة، قال لي دي هدية لك مفتاح الإذاعة. فقام قال لهم والله شوفوا احنا يا جماعة عندنا هنا الزول الفارس هو الزول الفاجر، لكن انت عندكم مسألة الأنصار دي ناس نازلين وناس فراس، يعني انتوا القاعدة بتاعتكم مختلفة عننا في ليبيا. فالجماعة دي كلهم ماتوا في سرائر، والناس عبد الله عربي واخواننا دي كلهم طبعا استشهدوا عدد من الأنصار، لأنه في ناس قوي يسلموا في ناس قوي يسحبوا. ففي الخرطوم في المنطقة بتاعت المريديان في القصر الشباب والأطفال في ناس أبو يسلم، وللأسف بعد ذلك نميري قتل عدد كبير جدا يعني بدون محاكمات جائرة وكده. طيب محمد نور سعد قبضوا كيف؟ قبضوا أيضا اسمه بشرى في الجيش، ما عارفين اسمه كان شغال بالاسم الحرجي ده بوجو. فهو قام اتجه غربا على غرب الدوين، كان ده يطلع للغرب بعد ده وقطع بنزين نار مشي لغاية العميد محمد نور سعد في غرب الدوين قطع بنزين، وهو كان نكد في هيئة فكيك ده لابس يعني عراقي وسروال شايل سبحة فيها كبيرة وعنده دقيق كده. فدخل حلة، وفي الحلة دي يعني قاوليه جماعة كده في جمال الدائر يتحرك رسل السواق كده قاولي الجماعة دي في جمال. المهم كان عنده قروش، انا بتذكر اديته مبلغ كده 20-30 ألف المكتب ده ولا مبلغ كان عندي. فالجماعة قاولوا ديل شافوا القروش فاستغلوا انه هو طلع من القطيع قاموا سرقوه قاموا مشوا قالوا في واحد مغري. فلما انقبضوا ما عارفين محمد نور سعد يعني بشرى ومهرب وكده، بعدين اكتشفوا ان ده على العميد محمد نور سعد. فهو كتب مذكره سريه وهو مرتقل، والمذكره دي قيم فيها ما حدث وشرح فيها الاوضاع كلها. ولما سألوه قال له انت امني تنداد تقابل مين؟ فقال له انا داني قابل لواء عمر محمد الطيب، كان صديق عمر محمد الطيب كان في دورة في مصر فجابوا له. فقام سر بالله المذكرة اللي جاءوا عمر الطيب قال لي وانا بأمنك المذكرة دي تسلمها سيصادك فيها
وصلوا على ولده وعلى ابوه كده. ويعني انا اشهد اللواء عمر محافظتي الدرب القاضي الله يرحمه، رجل وشل لانه لما بقى يعني رئيس الجهاز ونايب اول شيء رجع له بيته ورجع له معاشه شفتها، وبعدين حرص على تسليم المذكر للسيد صادق بنفسه وجاء في المانيا عبر العميد بجرج الملحق العسكري والتقى سيد صادق وسلم المذكر في يده. يعني كان رجل وفي ما سائل يعني في ظهور زي ده، في مقابل انه ظهور زي ابو القاسم محمد ابراهيم جاء اعتدى على العميد وهو مربط بالسلاسل كده. يعني كان موقف جبان، يعني انك انت تعتدي لك على زول بيدك وبرجلينك وهو مربط بالسلاسل ما بيقدر يواجهك كده. في واحد من الناس اللي تحاكموا مع محمد نوسع عمل محاولة اسمه بوربيض عبد الله بنات من الذين شاركوا في الحركة من الأنصار، حكى لي يعني هو طلع تحاكم وطلع، فقال لي محمد نور سعد قال للمحققين إن عندنا سلاح مدفون وممكن نوريه لك، والخطة بتاعته كانت إنه يخلوهم يسوقوه بهليكوبتر للخلع صحراء ومعاه ناس بوربيض ديل، وبعدين هناك يسيطر على الموقف. وقال لي بوربيض قال لي اتفق معي، قال لي احنا الناس دي بدون انت تنط في زولتك تستلم السلاح. فلكن الجماعه ده مغير رايهم ما ودوا بعد ما وعدموه. الموقف طبعا كان في المحكمه كان قوي جدا. اول شيء هو الاسرار اللي الدور اللي زول ما ادى الحاجات المكشوفه، يعني اللواء مهدي باروني من لغايه ما بقى فريق ونائب رئيس اركان ونزل المعاش في 89، العميد محمد ريس هباني اللواء عبد الله ما جاب سيرته شفتها. اي زول يعني حفظ سيره الا مثلا انا بتاع ده اللي قاعد مع مبارك عارفني انا طلعت وكده. في القصه دي فهو رجل كان قوي وابوه كان اقوى منه، يعني لما صوتت اخته في المحكمه ابوه رفع عليها العصايه قال لها زغري اخوك راجل ويموت راجل، ما 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 تولولي ولا تبكي عليه كده. فكان رجل قوي جدا اصعب قوه غير عاديه في قياده العمليه في كده. طيب العمليه دي شاركوا فيها انصار من مختلف قبائل السودان، شاركوا فيها زغار، شاركوا فيها رزيقان، شاركوا فيها بني هلبة، شاركوا فيها حسنات حسانية، يعني من وسط السودان الجزيرة من النيل الأبيض من دارفور من كردفان، شاركوا فيها حمل خلطة دي كل الناس خارجوا مغمومين على ضربة الجزيرة أو ضربة والنباوي ومقتل الإمام الحاجي، وهم قاموا بهذه العملية الكبيرة وكثير منهم ماتوا في سرائرهم يعني، ومنهم لسه أحياء يعني غاية الاستولى على اللواء الأول واللواء الثاني مدرعات أخونا المجاهد محمد عبد المودع مات قريب يعني قبل الحرب، توفى الله قبل الحرب وهو واقف في كيانه وعمله كده. فكانت ملحمة أن الناس مزارعين وسطاء يتدربوا على السلاح المتطور وينفذوا عملية سرية في غاية السرية استغرقتهم يعني سنوات لغاية ما انتقلوا من 74 انتقلوا عبر السودان كله، طلعوا براهم من المواصلات مشوا ليبيا
واتدربوا هناك. ما في واحد فيهم أفشى السر لأهله وقال لي أنا عندي كده ولا كده ولا كده. وبعدين جوا راجعين وتسربوا داخل العاصمة. أقصى واحد فيهم قاعد 6 شهور جوا العاصمة، لا مشى لأهله، لا مشى سلم على أخوانه ولا أي يعني، ولا اختلط مع زملائه. نفذ التعليمات زي الكتاب واحد. وبعدين نفذوا العملية بحذافيرة. كل معسكرات الجيش كان ممكن يمكن اعتقال ريميل وغاتو والإذاعة وغيرها، كان العملية تكمل بكل مجاه يعني. وتمنمية شخص فقط، تمنمية شخص فقط انتشروا من وادي سيدنا إلى الشجر العميلي. ما دخلوا بيت زور يعني، ولا شالوا حق زور يعني. كان المنطقة بتاع شهر المطار كلها في الدم، وضباط وسيرهم ليه قاعدين في البيوت كده. دخلوا عليهم أصلا، ولا أي ضارب دخل عليهم، لأن ديل ما معنيين إنه بيوت. كان هو قاعد مدني، قاعد بدون، قاعد في بيته، ما بيغاتي إنه عنده أي مشكلة معهم. النميل لم يغاول، قاوم اللي هو الباغي والغاو والشقر إزعاد جوبا، وجاب قوات من ديمالوريا، وهو اللي قاوم واستعاد العاصمة. ونحن انسحبنا، كثير من القوات انسحبت شرقا، ومعظم القوات في مدنوان انسحبت غربا. طيب النتائج السياسية بتاعت العملية، النتائج السياسية بتاعت العملية أقنعت نميري أنه لا يصل. فالنتائج السياسية لحركة 276 غير أنها ردت الاعتبار للأنصار، لأنه قتلهم في الجزيرة أبو النباوي، قتلهم الشيوعيين والروس بالطيارات وبالمدفعية الليبية وغيرها. هي جابت نتائج سياسية بتغيير نظام النميري. المصالحة الوطنية 77، المصالحة الوطنية فتحت المجال لثورة أبريل 85. كيف؟ لأن النميري ما نفذ الجانب السياسي للمصالحة، لكن كان معه النائب الأول عبد المجيد حامد خليل، وكان معه اللواء عمر محمد الطيب ماسك الأمن. الناس دي الاثنين كانوا مع المصالحة قلبا وقالبا. لذلك الفريق عبد المجيد حامد خليل كنائب أول رعى في مكتب، وفتح مكتب للجبهة الوطنية، استلم ومسكوا عبد الله محمد أحمد ومن حزب الأمة وأحمد عبد الرحمن محمد، وبسلطة النائب الأول تم إرجاع كل المفصولين من المعارضة إلى وظائفهم في الدولة وفي الشركات، وتم إرجاع كل المصادرات التي صدرت من الأشخاص بخطابات من النائب الأول بيكتبوها مكتب الجبهة الوطنية في مكتب النائب الأول. بعدين رجعوا كل النقابيين اللي كانوا في السجون، أطلق سراحهم ورجعوهم، وعيدت النقابات وتمت انتخابات ورجعت النقابات، النقابين رجعوا واستلموا هذه النقابات. ولذلك لما حدثت الانتفاضة يعني الموضوع ده سهل عملية العصيان المدني، وسهل عملية إسقاط جعفر النميري. إذا المصالحة الوطنية هي كانت نتاج لنجاح الضربة العسكرية في 2 يوليو، وكانت يعني مهدت الطريق لانتفاضة 6 أبريل 85، لأن هي أعادت النقابات والنقابيين والمسؤولين كلهم، وده أدى إلى نجاح العصيان المدني. تبقى حركة 276 ملحمة بطولية أنجزتها الحركة الوطنية السودانية، وكان للأنصار، كان الأنصار حزب الأمة قدح المعلق في ذلك.
لأنهم شكلوا 95% من القوة التي قامت بها العملية. شارك الإخوة في حركة إسلامية واستشهد منهم شباب. شارك قيادة الاتحاد الديمقراطي الشريف حسين وأخوه زين العابدين وزملاء شاركوا في التخطيط السياسي وفي التخطيط العسكري وفي يعني قيام هذه العملية، رغم أنه الاتحاد الديمقراطي ما شارك، ما كان عنده قوات يشارك في هذه العملية. فكانت ملحمة ودرس.